السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي أون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقة جديدة من ملعب أون تايم. بكرة إن شاء الله بإذن الله هتكون أولى حلقات كابتن أحمد شوبير. بكرة الكابتن أحمد شوبير هينزل. إحنا عارفين إن الكابتن شوبير ما كانش موجود الفترة اللي فاتت نظرا لحالة الوفاة أو وفاة يعني الله يرحمه المرحوم عصام شوبير أخو الكابتن، وإن شاء الله بإذن الله بكرة الكابتن يكون موجود وينور مكانه، ويعني دايما كده نتشرف بوجوده معانا. نبتدي النهارده من النادي الاهلي. استعدادات كبيره جدا للنادي الاهلي في تونس، مباراه الترجي بكره الساعه 6. خلاص ساعات بتفصلنا عن مباراه الترجي. موسيماني دايما صاحب نظريه ان مفيش حاجه اسمها تشكيل مستخبي ومفيش حاجه اسمها مفاجات. مع موسيماني دايما الامور بتبقى واضحه، هو بيعتمد على تشكيله، حتى التغييرات او حتى طريقه لعبه بتبقى الامور بالنسبه له واضحه. المرة دي موسيماني بيلعب جيم جديد خالص مع الترجي، سرية تامة النهاردة تماما، كله بيتمرن بيجهز كله. هيبتدي بمين؟ عامل مفاجآت. الحتة اليمين اللي قلنا لكم عليها قاعد بيفكر، بيكهام عنده إصابة، محمد هاني مش موجود، أكرم توفيق هو الأقرب حتى الآن. في اللحظات اللي أنا بكلمكم فيها دي موسيماني قاعد مع جهازه الفني، ده التشكيل بكره المتوقع. قدامنا اهو الشناوي، بنون، اكرم، علي معلول، ياسر ابراهيم، ديانج، طاهر، السليه، الشحات، صلاح محسن، محمد شريف، وحطوا صلاح محسن مع قفشه. يعني قفشه او صلاح. النهارده هو قاعد موسيماني في الدقايق اللي انا بتكلم مع حضراتكم فيها دي بيفكر. قاعد مع جهازه الفني بيفكر. أبدأ بقفشة ولا أقلق عليه ولا أحط ورقة بديلة ولا ورقة بديلة ممكن تخسرني تغيير واخد مخاطرة واخد ريسك. قاعد بيحسبها ويفكر فيها. حتى الآن، حتى اللحظات اللي احنا بنتكلم فيها دي، صلاح محسن هو الأقرب لتفكير موسيماني. ولكن قفشة جاهز، قفشة في التمرين قدم أوراق اعتماد ان هو الدنيا تمام، اتكلم مع موسيماني ان انا جاهز، قفشه لعيب كبير وعايز يلعب واكيد عايز يكسر ارقام. قفشه طبعا يعني من المحبين بشكل كبير جدا 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 لقلب وجمهور النادي الاهلي والجهاز الفني اكيد للنادي الاهلي، لان هو لاعب ملتزم. فالمفضله دلوقتي في اللحظات اللي احنا بنتكلم فيها، هبدا بقفشه ولا هبدا بصلاح محسن؟ محمد شريف مستقر عليه قدام خط النص، ما فيهوش مشكله. خط دفاعاته واضح بالنسبه لنا، اكرم توفيق هو البديل في الحته دي. هقول لكم برنامج النهارده النادي الاهلي من الصبح، فطار الساعه 8 الصبح، 10 دقائق مع الكابتن محمود الخطيب، حديث مع اللاعبين. اتكلم فيها كابتن محمود الخطيب ان ضيفوا لتاريخكم بطوله، وان بكره مهم جدا لعيبه الاهلي تعبر عن نفسها، واتكلم 10 دقائق مع اللاعبين. ثم بعد كده تمرين خفيف، ثم بعد كده عودة من جديد واجتماعات مع الجهاز الفني وبعض اللاعبين على جنب، ثم اجتماع بعد كده وجلسات مع الجهاز الفني. موسيماني قاعد بيفكر هيعمل ايه. اذا اتكلمنا عن قفشة، قلت لكم موقف قفشة، اتكلمنا على اكرم توفيق، اتكلمنا على مين هيبدأ بكرة، صلاح محسن. دي احتمالات حتى الان، وربما ان هي في اللحظات القادمة دي ان هي تتغير. بعض الناس بيتكلموا بيقولوا ان كهربا وموسيماني المسافة بعيدة، اللي يقول كده يبقى مش عارف حاجة. مسافة كهربا وموسيماني بقت قريبة جدا، وكهربا بكرة من الورق والعناصر اللي موسيماني ممكن ينادي عليها. يعني في اي لحظة بكرة توقعوا ان موسيماني يلا كهربا سخن، خلاص هو قريب منه، قريب من عينيه، قريب من الروتيشن بتاعه، قريب من الفكر اللي هو بيفكر فيه، حطه دخل دايره اهتماماته. وده يحسب لكهربا، يحسب لكهربا ان هو اشتغل والتزم وهو ما بيلعبش، ودي لحظات صعبه جدا بالنسبه لاي لاعب كان بيلعب على طول اساسي في ناديه، بيلعب في المنتخب، فتيجي النهارده تقول له استحمل اصبر استحمل اصبر، الامور هنا بتبقى مختلفه، ولكن كهربا عملها بالفعل. جمهور النادي الاهلي بكره نفسه في نتيجه تطمنه على لقاء العوده. هقول لكم السيناريو اللي موسيماني بيفكر فيه بكره. كل الناس تتوقع ان موسيماني بكره هيترك الاستحواذ لفرقه الترجي، هيلعب ويقابل من نص الملعب، هيقفل
بشكل دفاعي هيأمن علشان يرجع بالمباراة لبر الأمان. عنده نتيجتين بيفكر فيهم، يا المكسب يا يخرج 0-0 ويرجع هنا تبقى المباراة هنا يقدر ان هو يخلص فيها. السيناريو ده مش سيناريو موسيماني خالص بكرة. أنا بقول لكم التفكيرات اللي بيفكر فيها في الكواليس. موسيماني بكرة عايز يقابل الترجي بشكل هجومي، لأن هو عارف إن الترجي على أرضه وسط 5000 أو 7000 من جماهير نادي الترجي، فهيبقى الترجي في نوع من الحماس، هيندفع بشكل كبير، شايف إن هو في وجود سرعات مهاجمي النادي الأهلي يقدر يشتغل في ظهرهم ويقدر يعمل مفاجأة ويحرز هدف. موسيماني عايز يبادر بهدف فيغير سير المباراة بالكامل. هنا يقدر يعمل السيناريو ان هو يمسك نص الملعب ويشتغل بقصة او بطريقة مختلفة. هنا ده اللي موسيماني بيفكر فيه، وده السيناريو اللي موسيماني شغال عليه، عمله مع سان داونز وعمله مع فرق كتير. كانت الناس متوقعة ان هو هيدافع، هيلعب زون ديفنس، هيلعب بشكل معين، هيعمل باركينج ورا، ولكن ده مش موجود. هو بيقول لك النهارده ان اي فريق بيهاجمني بيريحني. هو دي نظريه موسيماني، يقول لك انا بستريح الملعب مع فرقه تهاجمني بتعمل مساحات كبيره في ظهرها، فبقدر ان انا اشتغل في ظهرها بشكل جيد، مع طبعا وجود ديانج والسوليه هما صمام الامان ليه، يقدر ان هو يمسك نص الملعب ويشتغل بطريقه وسيستم النادي الاهلي. موسيماني بكره عامل اربع سيناريوهات للمباراه، مش اربع سيناريوهات انا اسف، عامل اربع يعني فترات للمباراه، مقسمها 20 دقيقه 25 دقيقه 20 دقيقه 25 دقيقه. هعمل ايه هنا؟ ولو عدى هنا بنتيجه 0-0 هعمل ايه في الثلث الثاني؟ وامتى هاخد المخاطره؟ وامتى هاخد الريسك؟ وامتى النهارده هبتدي ادور على الهدف؟ وامتى هبتدي ادور على التعادل؟ وامتى النهارده ممكن احرز هدف وامن الماتش؟ عامل سيناريوهات كتير جدا جدا. مباراه بكره للنادي الأهلي هو المفتاح اللي ممكن يروح منه النادي الأهلي لا مباراة النهائي. في عالم كرة القدم كل المفاجآت واردة، مباراة بكرة ممكن تخلص مباراة للنادي الأهلي في العودة إن شاء الله بإذن الله، ده اللي احنا مستنينه وجمهور النادي الأهلي مستنيه، وممكن تصعب المباراة لا قدر الله. كل السيناريوهات في عالم كرة القدم وارد، كل السيناريوهات موجودة، ولكن إما تبص على لعيبة النادي الأهلي، تبص على وشهم، تسمع الكواليس هناك، تحس إن الدنيا في طمأنينة. الأهلي في أفضل حالاته النفسية. واحد يقول لي إزاي يعني حضرتك، يعني حضرتك إزاي بتتكلم إزاي يعني فنيا، يعني فنيا الأهلي في أفضل حالاته؟ أقول لك لا، ممكن يكون الأهلي في مباريات كتير ما قدمش الكرة اللي جمهور مستنيها، ولكن الاهلي في افضل حالاته ليه؟ الاتوبيس اللي قدامكم اللي انتم شايفينه ده هو بطل افريقيا النسخه الماضيه، وهو المرشح رقم واحد. الاتوبيس ده، الناس اللي راكبه في الاتوبيس ده هي بطل النسخه الماضيه والمرشح رقم واحد. دي بتحط ثقه في النفس كبيره جدا. الاتوبيس اللي قدامكم ده فيه لعيبه تالت عالم، سيبكم بقى من التفاصيل، تالت عالم فين؟ اصل الانديه، اصل تالت عالم. الاتوبيس اللي قدامنا ده في فرقه ترتيبها هي تالت العالم، يعني بكره الترجي بيقابل بطل النسخه، بيقابل تالت العالم، بيقابل المرشح رقم واحد للبطوله. دي بلغه الارقام على فكره، مش بلغه العاطفه بالنسبه لنا، دي بلغه الارقام. اذا ده كله بيحط ضغط كبير على فرقه الترجي، ده بيحط ضغط كبير على فرقه الترجي. اسم الاهلي ونتائجه في البطولات الماضية، مش تاريخه، ممكن يكون تاريخه كبير جدا جدا، ولكن الفترة اللي فاتت مش ماشي بشكل جيد. فالنهاردة النادي الأهلي داخل بثقة كبيرة جدا، عايز بطولة تانية يضيفها لإنجازاته. موسيماني طبعا ما عندوش حلم غير البطولة دي، عايز ياخد بطولة واثنين وثلاثة، عايز يعمل الخماسية والسداسية والسباعية. بكرة بطولة أو بكرة مباراة هي بطولة في حد ذاتها، 90 دقيقة هيشتغل بفكره إزاي. موسيماني حتى لو ما بيقدمش الكورة اللي تمتع الناس بشكل كبير، هو بيكسب كل البطولات ويجيد التعامل مع المباريات الكبيرة، وشفنا ده في لقاء سان داونز. في لقاء سان داونز شفنا موسيماني بيفكر أو بيشتغل إزاي. ترتيب كبير جدا للنادي الأهلي،
بكره مسموح بدخول 500 واحد من جماهير النادي الاهلي، ودول هيكونوا موجودين ان شاء الله باذن الله في الاستاد قدام 5000 من جمهور الترجي، والمعامله بالمثل، في احتمال ان هم يبقوا 5000 وفي احتمال يبقوا 7000، مع يعني لسه مش متاكدين من الرقم، ولكن المعامله هنا هتكون برضو بالمثل او بنفس عدد التذاكر، وده اللي بيخلينا نروح ان بنسبه كبيره مباراه العوده هنا هتكون فيها عدد من الجماهير. يحدد بقى كام لسه مش عارف، لسه الموافقه ما جاتش. فده اللي احنا بنشرحه عن للنادي الاهلي. بكره الساعه 6 هما 90 دقيقه مهمين جدا في تاريخ النادي الاهلي، لان النادي الاهلي على اعتاب خلاص مباراتين والنهائي والبطولة الأفريقية ومشوار كأس العالم للأندية تاني، والحلم دايما المكان اللي الأهلوية بيحبوا يشوف فيه النادي الأهلي، كأس العالم للأندية، ونرجع نتكلم تاني ونشوف تالت ولا نشوف نهائي ولا نشوف عندك طموح وعندك حلم في إيه. واحد يقول لك يا عم أنت بتكلمنا في النص النهائي، واحد بتكلمنا في كأس العالم للأندية اللي الأهلي لسه أخدها أول إمبارح، يعني لسه الأهلي أخد البطولة أول إمبارح، وقاعد بتكلمنا في اللي جاي. ما هو طموحي الكبير كده، طموحي الكبير انا خدت الافريقيه السنه اللي فاتت، رحت كاس العالم للانديه، بنافس السنه دي في الدوري مع نادي الزمالك، وشغال في البطوله الافريقيه، وحلمي كاس العالم للانديه، وحلمي مركز متقدم. ده هو حالك لو انت عايز تلعب في الاهلي، هو ده قدرك لو انت عايز تلبس تيشيرت نادي الاهلي، هو ده طموحك لو انت واحد من جماهير النادي الاهلي الكبيره العظيمه اللي بنشوفها دايما في المدرجات، الكبيرة العظيمة اللي بنشوفها دايما في المدرجات. ان شاء الله بإذن الله بكرة النادي الأهلي يعمل مباراة كبيرة، عيني بكرة خطوة بخطوة، يعني بكرة بقول لموسيماني الله يكون في عونك خطوة فخطوة، بكرة يفكر ثم بعد كده يبقى في مباراة العودة، ولكن مهم جدا ان مباراة بكرة ما تبوظ مباراة العودة، لأن مباراة بكرة نتيجتها مهمة وفاضل 90 دقيقة هنا في مصر. ده ما يخص النادي الأهلي. ما يخص نادي الزمالك. الفترة اللي فاتت في بعض الأحاديث أو بعض الناس على السوشيال ميديا تختلف تتفق علينا، أنتوا عارفين مدرستنا براحتكم. إحنا بالنسبة لنا دايماً بنقول في حاجتين كبار جداً دايماً بنقف عندهم ونبقى فرحانين بيهم، ونصر دلوقتي اكيد هيجيبهم لوحده كده على الشاشه، هيحطهم على الشاشه، جمهور النادي الاهلي العظيم، جمهور نادي الزمالك العظيم. في جمهورين كده اما تشوفهم قلبك يرفرف من الفرحه. الجمهورين دول احنا دايما بنحط نفسنا دايما على مسافه واحده بينهم. انا عارف ان الجمله دي ساعات حتى الناس يعني تقابلني تهزر تقول لي حب الاهلي وحب الزمالك، الزمالك كويس والاهلي كويس. والله دي مدرسه، يعني هي دي في الاخر نظريه، واحيانا ما بتبسطش، او احيانا ما بيكونش الموضوع يعني باسط الناس. في حاجات يا جماعه بشرحها وناس كتيره جدا بعتوا لي، هو ايه يا كابتن؟ ادي محمد نصر اهو اللي بمتعنا على طول، ادي جمهور الاهلي مع جمهور الزمالك. احلى حاجتين ممكن تشوفهم في حياتك، جمهور الاهلي وجمهور الزمالك، التيشيرت الحمراء والتيشيرت البيضاء. جمهور كبير، جمهور عظيم، جمهور عظيم، جمهور كبير. في بعض الناس امبارح قالوا لي يا كابتن يعني حته الميزان نرجو بس ان يكون في حته الميزان. وانا ارجو من الناس اللي بتتكلم او تنتقد في حاجه ان حضرتك انتقدنا زي ما انت عايز، وازعل مننا واشتمنا لو عايز، بس اتفرج علينا. يعني اتفرج علينا واسمع كلامنا، لو لقيته مش عاجبك رد، لكن ما تردش من غير ما تسمعنا، ما تردش سلام عليك يا نصر، متع الدنيا. بص احلى حاجه لو سيبنا الشاشه كده الناس تقعد قدامها سنين، مفيش مشكله. فبعض الناس يقول لك يعني ايه اتفرج؟ اقول له يعني اسمعني وبعد كده انتقدني. اسمعني شوف يعني ايه ميزان واحد. ميزان واحد امبارح كان معايا الكابتن طارق يحيى، واختلفت مع الكابتن طارق يحيى امبارح. كابتن طارق يحيى اكن له كل احترام، بتشرف دايما بوجوده وحبيبي جدا. امبارح قلت للكابتن طارق يحيى كالاتي: يا كابتن موضوع فرجاني ساسي وهو موضوع بسيط عشان اقفله، لعيب كبير ولعيب محترم ادى نادي الزمالك، ولعيب عمرنا ما شفنا منه حاجه وحشه، اختلف في طريقه الرحيل زنقت نادي الزمالك، ونادي الزمالك بينافس على بطوله، اكيد حب الجمهور الكبير العظيم ده ممكن يتغير بطريقه الرحيل بس.
يعني بنحبك قوي، الحب ده ممكن يكون يعني بس قل سنه. وقلت له دي رساله لازم الجمهور يديها لكل لاعب موجود عندنا، انت اديتني وضحيت، قلبك معانا. شيكابالا ليه رمز؟ عشان كده شيكابالا على المغمض بيمضي نادي الزمالك، واوباما وجنش ورموز كتير ونجوم كتير في الزمالك، مش عايز انسى حد، وطارق حامد وناس كتيره جدا جدا، وزيزو، ناس كتير. فرد الكابتن طارق قال لي طب ما انا في ناس مشيت من الاهلي تاني. قلت له يا كابتن انا عارف، رمضان صبحي، شريف اكرامي، حسام عاشور، احمد فتحي، لعيبه محترمه وملتزمه وحبايبي ولعيبه كبار وشخصيه، واختاروا طريقهم ومش عيب خلاص. في حاجه اكتر من، مفيش اكتر من كده. هل بعد ما اختاروا كل ده لسه اللي على شمال الشاشه ده معاهم؟ لا، الحب راح خلاص. انا وانا باخد وانا بختار وانا بختار قرار خلاص، عارف ان الجمهور، ان انا بخسر الجمهور ده، حب الجمهور ده ما بقاش موجود. طبيعي. هو انا يا جماعه بتكلم انجليزي؟ انا ما بتكلمش انجليزي ولا الماني، انا بتكلم اهو بميزان واحد. اللي هيمضي للاهلي وهيكمل مع الاهلي هيفضل هو الحب الكبير، وهيفضل هو النجم والرمز. اللي بيبطل في الاهلي ليه حزبه عند جمهور الاهلي، واللي بيبطل في الزمالك ليه حزبه عند جمهور الزمالك. اللي ادى ببلاش لجمهور نادي في نادي الزمالك، الجمهور ليه حزبه معينه عنده، واللي ادى في الاهلي ببلاش ليه حزبه معينه عنده. اما الاساطير بتتعمل ليه؟ والنجوميات بتتعمل ليه؟ والحب الكبير بيتعمل ليه؟ كل ده بيتعمل ليه؟ بمقدار ان حضرتك بتديني وبتعطيني وبتخلص معايا وبتضحي، بمقدار الحب. هو اللي اتنازل عن الفلوس واللي ضحى بجزء من الفلوس هياخد حب الجمهور زي اللي اختار سكه تانية؟ اكيد لا. وادي الزمالك وادي الاهلي، وبنتكلم على فرجاني، بنتكلم على رمضان وفتحي وحسام عاشور واحمد وكل الناس وعبد الله السعيد، وكلهم وكلهم ناس محترمه، وفرجاني شخصيه محترمه ولاعب كبير وملتزم وكل حاجه. احنا بنتكلم على ان انت لازم تكون انت كاهلاوي او زملكاوي ورقه حبك غاليه. انا بتكلم للاتنين اهو، للجمهورين، حبك غاليه. ما بغنيش لاي حد، ما بحطش صوره اي حد، ما بشجعش اي حد. الرمز بالنسبه لي مش اي حد. ليه؟ ما فيش حد يختلف ان شيكابالا رمز، عشان شيكابالا رمز، ضحى كتير لنادي الزمالك، حب كبير لنادي الزمالك والاهلي. ليه كل اللعيبه اللي بنقولهم رموز؟ عشان ضحت للنادي الاهلي. هو ده اللي بنقوله. ما بنقارنش، ما بنميزش لاعب في لاعب، ولا ميزان بميزان، ولا جمهور بجمهور. بتتكلم على قطبي الكره المصريه، الاثنين كبار والاثنين عظام زي ما انتم شايفين. هي الصوره الاحلى والامتع، هي الصوره الاجمل. اللي على اليمين ده جمهور كبير، واللي على الشمال ده جمهور كبير. مفيش كلام، مش هنخترع الذره. مش جاي النهارده بقول حاجه يعني مختلفه، انا بقول الطبيعي والعادي. تعالوا بقى اقول لكم كمان الجزء الايجابي. انا شرحت لكم الميزان عشان الناس تبقى عارفاه. الجزء الايجابي، ابتدى الفتره اللي فاتت التعصب يقل بنسبه 60-70% على السوشيال ميديا. ابتدى التعصب يقل على السوشيال ميديا، وابتدت الامور تمشي بشكل هادئ، وابتدى الجمهور يبقى عنده وعي ان اللي عايز يسخنها ويولعها سكه انت شويه كده، سكه انت شويه كده، سكه يعني تعالى بس انت على جنب شويه. سيبكوا بقى من ادوار ايه، انا بتكلم باسم نادي الاهلي، وانا اللي بقول، انا بتكلم باسم نادي الزمالك. شفنا امثله كتير وشفنا حاجات كتير. العدل واللي على مسافه واحده من الجميع، هو خلينا في العدل. العدل هو ده، العدل اساس الملك. العدل هو ده النقطه المهمه. اي واحد بيتكلم بعدل بيتكلم باصول، اكيد الناس هتسمعه، وهو ده عنصر مهم جدا 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 جدا. بعض الناس تقول لك كابتن شويه بس مع نادي الزمالك. حاضر، خد حضرتك الورق وتعالى حضرتك اقف هنا وقول لي تقف مع نادي الزمالك ازاي دلوقتي؟ تقف مع نادي الزمالك ازاي؟ تبقى سيف زاهر وتطلع هنا ويقعد صوتك يروح على الحساب اللي نادي الزمالك فتحه، ولازم كل واحد يتبرع، ولازم كل لعيب، ولازم كله في ظهر نادي الزمالك، وكله في ظهر الكيان؟ ولا تقول ان دي فكره مش كويسه ولا حدش يتبرع؟ انهي واحده؟ نفسي الجمهور يبعت لي يقول لي انهي واحده. انتوا اختاروا، انتوا اختاروا، قولوا.
عايزين دي، عايزين الدعم في دي، الدعم في فكره دخلت في اول يوم 5 6 7 مليون جنيه والامور شغاله مع مشاريع تانية، هي الفكره مش نهايه الكون، ولا ننتقد الفكره ونهبط القصه واي حاجه داخله نوقفها؟ انهي سكه؟ انهي سكه؟ فكروا كده بالعقل، فكروا بالعقل، شوفوا سكه تأييد الكيان ولا سكه تأييد الاشخاص. احنا بفضل الله ملوك تأييد الكيان، احنا ملوك تأييد الكيان. اللي قاعد على كرسي الاهلي احنا بنأيد الاهلي، اللي قاعد على كرسي الزمالك احنا بنأيد الزمالك. يطلع النجاح بقى في عهدك يبقى انت صاحب النجاح، يطلع النجاح في عهدك هنا يبقى انت صاحب النجاح. زي ما قلت لكم هو ده الميزان، اما تلاقوا الميزان ده مختلف يبقى هناك وجهة نظر اخرى. انا عارف ان احيانا بيبقى في بعض الصراعات على اشخاص، هنا ملناش دعوه بالكيان، هنا انت بتحب وتكره، هنا انت بتحب وتكره، ملهاش علاقه بالكيان بقى، ملهاش علاقه ان انت بتحب المكان، انت مختلف مع اللي موجود بتحب اللي موجود. سيف زاهر ساند الاهلي مع محمود طاهر، بس لما جه محمود الخطيب ما كانش مساند قوي، قصه هنا مختلفه. كان واقف مع مرتضى منصور بيتكلم عن نجاحاته، فلما جه اللواء عماد عبد العزيز او كابتن حسين لبيب الامور اتغيرت. انا هنا حبك للاشخاص ده موضوع على جنب، اعترف بنجاحات اللي كان موجود، ده قصه مختلفه. اقول النهارده محمود طاهر كان عنده نجاحات، كابتن خطيب عنده نجاحات كتيره، اقول مستشار مرتضى عمل نجاحات كتيره في نادي الزمالك، اللي هو عماد مسك في وقت صعب حاول، الكابتن حسين لبيب دلوقتي بيحاول بشكل جيد، ده موضوع مختلف. ولكن يبقى دايما المسانده لكيان كبير اسمه الاهلي او كيان كبير اسمه الزمالك. نفس مدرستنا دي شغاله مع المصري، مع الاتحاد، مع الاسماعيلي، مع اي نادي جماهيري او غير جماهيري، بنلاقي فيه مشكله بنخش نعمل سبورت. حتى بيراميدز التجربه الجديده في الدوري المصري خسران من سموحه 3-0، بنطلع على الشاشه نقول في ماتش الكونفدراليه، اقفل الباب دلوقتي وركز في الكونفدراليه، عندك لعيبه كبار وبكره يوم مختلف. مفيش حاجة بقى، يعني أنا عارف إن الكلام ده ممكن في ناس تفهمه وهي العامة يعني أو معظم الناس، أنا بتكلم عربي وسهل أهو جدا، ناس هتفهمه وهتفكر فيه، أه كلام مظبوط فعلا، ده شفنا ده على الشاشة، وناس الكلام مش هيبقى على لا في قصة تانية، تعالى بقى نألف موضوع تاني، يعني نشوف قصة تانية يعني. تعالوا نشوف أخبار الأهلي إيه مع بعض. في بكره الاجراءات مسحه لكل الجمهور بكره اللي هيكون موجود في المباراه. في جماهير هتجيب شهادات عامله مسحه، وفي جماهير هتروح بدري وهتعمل المسحه وهتخش، مش هيخش الاستاد غير اللي عامل المسحه، ودي اجراءات الحقيقه رائعه جدا. دلوقتي في اجراءات انت ممكن تعمل مسحه وتاخد النتيجه على طول، وده على فكره الاجراءات دي في حاله وجود اي عدد جمهور هنا هي اللي هتكون موجوده. ده ما يخص الاستاد. ما يخص بكره المباراه، مباراة أكيد صعبة في وجود 5000 من الجمهور، أكيد هتبقى أصعب. إن النادي الأهلي بكرة يباغت بهدف، ده شيء لازم نسأل فيه حد يكون عدى بالمواقف دي، وحد يكون نجم كبير ورمز كبير جدا، وواحد جمهور الأهلي دائما وأبدا ينادي عليه، حتى في الاستوديوهات ما يلاقوش ينادي عليه. كابتن عماد متعب مساء الخير. كابتن سيف مساء الخير. وحشنا يا عمدة، عامل إيه؟ والله العظيم وانت كمان. انا الحمد لله تمام، احسن الحمد لله. الدنيا كويسه؟ اه تمام. انت اخبارك؟ كله الحمد لله، كله زي الفل الحمد لله، كله كويس. تمام. عايز اخد رايك بكره في ماتش بكره الترجي، قاعدين نفكر كده مع بعض. يعني موسيماني، انا عندي من الكواليس ان موسيماني يعني هو بيتكلم مع جهاز وقال انا بحب الفرقه اللي ممكن تهاجمني وتسيب مساحات في دفاعها تشتغل. هل ممكن موسيماني بكره يفكر كده ويشتغل ان هو يباغت بكره الترجي بهدف، ولا يشتغل ان هو يقفل المباراه، ولا هيشتغل ازاي؟ لا بالطبع، يعني النادي الاهلي فريق كبير وعينه على البطوله وبيدور على البطوله في طول الوقت طول الوقت، فشيء طبيعي. حطيته براسك، قطعت حته قطعه. اه مدرسه. انا عايز اقول لك يا كابتن سيف، والله الجون ده يعني يمكن تعقلت فيه
بذكائي اكتر بحاجه ثانيه. كل حاجه حسبتها طلعت زي ما انا عايز. بس يعني توقعت ان وليد سليمان هيلعبها بالشكل ده وهتيجي في الحته دي، والحمد لله والتايمنج بتاعي كان مظبوط، ف يعني توفيق ربنا الحمد لله. احسن واحد في مصر كان بياخد الخطوه قبل المدافع بصراحه. الحمد لله والله. يعني بص، ما انا ما كنتش لعيب طويل، فلو ما كنتش عملت كده ما كنتش هاخد ولا كره عاليه. صح. لا لا بصراحه لعيب كبير، لعيب كبير كبير. يعني لما بقعد اتفرج على الاجوال بصراحه، يعني فكر وقرار، وقرار في فينتو ثانيه، واسبق بخطوه وابقى نازل لسه المباراه واروح اعمل السبرنت ده واخد القصه دي، يعني قرارات مهمه جدا يا كابتن. دي حاجه بسيطه بس دي اقل امكانيات عندنا. طب كلمني عن رادس والذكريات. عن ايه؟ عن رادس والذكريات. لا، ذكريات في رادس يعني ما فيش احلى منها. يعني كل الذكريات الحمد لله اللي ليا في رادس ذكريات جميله. يعني صدقتي الحمد لله هدف تاريخي، وابو تريكه ومكسب والفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا، الافريقي التونسي، قدرنا هناك نلعب ضربات جزاء ونفوز، الترجي تاني مع كابتن حسام البدري. يمكن على ما اعتقد ان اغلب مبارياتي او كل مبارياتي في رادس مع النادي الاهلي على ما اعتقد فوزنا فيها وتعادلنا، ما خسرتش هناك على ما اعتقد. يعني بكره لو انت بكره موجود في المباراه دي، اول سؤال عايز اعرفه منك، مين توقعاتك او وجهه نظرك الثلاثه اللي موجودين في الخط الهجومي الافضل بكره مين؟ على ما اعتقد الافضل هيبقى محمد شريف وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر، ده من وجهه نظري. يعني هم الثلاثه الاوقع لمباراه بكره. لعيبه عندها سرعات، تقدر تستغل المساحات اللي ممكن تكون موجوده اذا وجدت في خط ظهر الترجي. وبكره الاساس لعيبه نص الملعب، دورهم مهم جدا جدا جدا. اتمنى بس ان موسيماني ما يبالغش في الناحيه الدفاعيه، ولو النادي الاهلي لعب بثلاثه في نص الملعب بكره يكون الادوار محفوظه ومعروفه. يعني لو النادي الاهلي لعب بحمدي فتحي والسوليه وديانج، لازم الثلاث لعيبه يكونوا عارفين ادوارهم بالكامل. ما يعني في واحد يبقى بيغطي من ناحيه اليمين، واحد بيغطي من ناحيه الشمال، وواحد موجود في النص. لازم الترحيل بينهم بعض يبقى في تفاهم كبير جدا، علشان ما يبقاش في مساحات على الاطراف بالنسبه للنادي الاهلي، لان دور اللعيب في الارتكاز مهم جدا. فحتى لو موسيماني لعب بثلاثه، مطالب ان يبقى التفاهم بتاعهم والترحيل بتاعهم بشكل جيد. ومحمد شريف طبعا، وطاهر وصلاح محسن، يمكن صلاح ومحمد شريف في الفترة الأخيرة في أفضل حالاتهم. أتمنى إن هم لو في أي فرص يحاولوا يستغلوها بقدر الإمكان، لأن الهدف هناك غالي جدا 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 بالنسبة للنادي الأهلي. من وجهة نظرك، بيكهام بكرة لو مش موجود وبيكهام كان البديل لمحمد هاني، هل أكرم توفيق ولا رامي ربيعة هم الأفضل في الحتة دي؟ لا، أنا وجهة نظري اللي يلعب في الحتة دي أكرم توفيق. أكرم توفيق. كنت من شوية أكرم توفيق لعيب. كنت من شويه بتكلمني بتقول لي شخصيه النادي الاهلي، ولا حته النادي الاهلي يبدا او يامن ماتش او يقفل ماتش، لا لازم يبدا بشكل هجومي هناك، دي توقعاتك ولا دي امنياتك؟ لا. لا، النادي الاهلي طول الوقت بيدور على المكسب، بس بطرق مختلفه. في وقت ان انا بلعب هنا في استاد القاهره وبضغط 90 دقيقه، في وقت ان انا بدور على المكسب بان انا احاول اقفل نص الملعب بشكل جيد جدا واحاول استغل المرتدات. يعني في المغامره بتبقى محسوبه. فعلى ما اعتقد النادي الاهلي، لان المباراه الترجي هي مباراتين تعتبر شوطين، ما ينفعش اغامر اخسر هناك فلاقي نفسي محتاس هنا. هي النقطه كلها ازاي اعرف اكسب، وعلى ما اعتقد ان دي عند موسيماني بيعرف يعملها بشكل جيد جدا. يعني موسيماني بيعرف يتعامل في الحته دي بشكل جيد. فاتمنى ان اللعيبه تكون في حالتها، اللعيبه تكون مركزه، اللعيبه تكون هاديه، وده مهم جدا جدا يا كابتن سيف. في المباراه الكبيره دي الهدوء هو اللي بيوصلك للمكسب، وفي نفس الوقت ان الفرص اللي بتيجي تستغل، لان الفرص مش هتبقى كتير. من وجهه هي دي الفكره، انك تهاجم لازم يبقى ليك وجود هجومي علشان تقلل من الضغط عليك، تقلل من الحمل على المدافعين، ان انت لازم توصل تبقى هادي وتوصل للمرمى وتحاول توصل وتحاول توصل للترجي ان لا انا جاي عشان اكسب.
لان ده هيفرق معاك نفسيا ومعنويا داخل الملعب بشكل كبير جدا. يعني من وجهه نظرك بكره لو ان شاء الله باذن الله في اهداف للنادي الاهلي، ممكن يكون مين صاحب الحظ بكره؟ محمد شريف ولا طاهر ولا صلاح؟ انا اتوقع ان يعني وجهه نظري ان محمد شريف هو الاقرب في الفتره الاخيره، لان الـ هو في تالق بسم الله ما شاء الله ربنا يحميه ويحفظه، والمستوى في ارتفاع بشكل جيد جدا، ومن الناحيه التهديفيه هو شغال بشكل جيد جدا. يا محمد شريف يا اما ممكن النادي الاهلي يسجل من كره ثابته، يعني من فاول او من كورنر او من كره ثابته خارج ال 18. دي توقعاتي ان عن طريق محمد شريف، عن طريق كره ثابته. توقعاتك الفنيه، هل بكره ممكن يكون في استعانه لقفشه وكهربا في مباراه بكره لموسيماني؟ وانت عارف ان موسيماني صاحب نظريه الروتيشن المسبق، يعني بيعمل سيناريو للمباراه وبيغير في توقيتات معينه هو حاطط لها سيناريو. انا ما اعرفش قفشه سليم ولا لا، وانا وجهه نظري لو قفشه مش سليم ما يلعبش، لان في مباراه ثانيه. طبعا ممكن يعتمد على طبعا ممكن يعتمد على كهربا، وممكن يعتمد على حسين، يعني على حسين الشحات. في عنده حلول كتيره وعنده اختيارات كتيره بكره لمباراه بكره. لكن انا بتكلم من وجهه نظري لصلاح وطاهر، لان صلاح وطاهر هم اسرع شويه، عندهم سرعات شويه عن 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 حسين الشحات وعن كهربا. هم يمكن صلاح عنده نسب التهديف فترة أخيرة أعلى بشكل كبير، أداها بشكل جيد، حتى لما كان بينزل كان بيأدي بشكل جيد جدا. لكن أكيد 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 اللعيبة اللي هتكون على الدكة هيبقى ليها دور كبير جدا 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 بكرة. وممكن كلامي كله اتغير، ممكن يلعب بكهربا، ممكن يلعب بحسين الشحات. هو المدير الفني هو اللي شايف يعني. لكن لا، أنت بتسألني على رأيي أو الأنسب لمباراة بكرة، انا بقول لك يبقى طاهر وصلاح محسن. انت وحسام غالي ما استعجلتوش شويه في الاعتزال؟ انت عارف والله العظيم كل يوم بقول ما ارجع العب تاني، كل يوم فعلا بيجي لي الاحساس ده ان ارجع العب تاني، عارف؟ دي حقيقه فعلا. ما انا حاسس ان لا، ده انا كنت اقدر ابقى موجود يعني، بس خلاص بقى الحمد لله. لو يعني ما بتحسش، انا بحس انت وحسام غالي بالذات يعني كان ممكن يبقى فيه وقت اطول من كده. لا يعني كان ممكن نلعب سنه وسنتين كمان، لكن الحمد لله خلاص يعني هو قرار خدناه. ويعني اتشرفت بوجودي معاك بقى ومع النجوم الكبار في اون تايم سبورت، فيعني عوضتني بشكل كبير جدا والله يا كابتن سيف. طيب انت برضه حسام غالي، هسالك نفس السؤال ده. انت حسام غالي كان عندكم حسبه وهي الاعتزال داخل النادي الاهلي، والحسبه دي انا كلمت فيها حسام قبل كده وكلمتك فيها قبل كده، والحسبه دي كنتوا مترددين فيها ولكن كنتوا شايفين فيها الجمهور، يعني احنا هنبطل هنعتزل في النادي علشان الجمهور. الحسبه دي لسه ثابته معاك ولا ندمان عليها؟ قلت كان ممكن اخد فرصه والعب في حته ثانيه، ولا دلوقتي ما الجمهور بينادي عليك في اي وقت بتحس ان هو ده كان القرار المظبوط؟ لا، الحسبه دي ثابته عمرها ما تتغير يا كابتن سيف. واحنا الحمد لله، يمكن انا وحسام، انا هتكلم على حسام لان انا حافظ حسام غالي، احنا الاثنين كان هدفنا الاول النادي الاهلي والجمهور. يعني كنا بنعمل كل حاجه علشان الجمهور ما يروحش زعلان، عشان الجمهور يبقى فرحان، علشان ما نحاولش ولو للحظه ان بطوله تضيع من النادي الاهلي. فكان هدفنا والتارجت بتاعنا هو يعني ان احنا نعمل كل حاجه نقدر عليها ونقدر نفرح الجمهور بقدر الامكان. فانا بالنسبه لي انا كعمادي، يعني بالنسبه لي حب جمهور النادي الاهلي ليا ده يكفيني، ويعني مش محتاج حاجه بعده اكتر من كده. وكان حاجه من ضمن الاسباب ان انا حسيت ان انا ما ينفعش، مش هعرف العب في مكان غير النادي الاهلي. فانا بالنسبه لي لو لعبت في مكان تاني، لو لعبت في مكان تاني كان جمهور حبه اتغير، اتاثر، قل؟ لا، ما كانش هيقل، ما اعتقدش ان جمهور اللي غير. طبعا لو لعبت في انديه منافسه مباشره بالنسبه للنادي الاهلي يعني، لكن ما كانش هيقل. لك انا ما حسيتش ان انا اقدر العب في حته غير النادي الاهلي يعني، حسيت ان مع احترامي الكامل لكل الانديه، لكن انا كنت عايز اختم حياتي في النادي الاهلي، والحمد لله خلاص يعني. انا كان نفسي يعني اختمها وانا بلعب في النادي الاهلي، ما كنتش جاي من التعاون السعودي واختمها، كان نفسي الختام يبقى اخر يوم ليا وانا بقول للجمهور شكرا في النادي الاهلي. بس الحمد لله يعني في الاخر يعني ختمت حياتي في النادي الاهلي، ما لعبتش في نادي في مصر غير النادي الاهلي، ودي حاجه انا بتشرف فيها.
اتمنى لك يا عماد كل التوفيق يا رب، ومن نجاح لنجاح، ودايما كده في كل حته تكسر الدنيا. ربنا يخليك يا طيب، شكرا ليك. اشكرك اشكرك شكرا جزيلا. عماد متعب واحد من نجوم النادي الاهلي فنيا واخلاقيا، ونقعد نتكلم عليه 100 سنه. عماد متعب ده حاجه كبيره، زيه زي حسام غالي، زي نجوم كتيره جدا كده في النادي الاهلي، نقعد نتكلم عليهم كتير جدا. ناس وهي بتعتزل او هي بتاخد القرار كان قدامها الجمهور، حاجه مهمه جدا. لو في سنتي تغيير في الجمهور، لو هلعب في حته ثانيه منافس، لا مش هياخد الريسك، لان هو في الاخر عنده حسبه في دماغه. تعالوا نشوف موسيماني النهارده في المؤتمر الصحفي قال ايه، ونرجع لكم تاني. مباراه صعبه على زوز فرق، مباراه تكتسي اهميه كبيره بالنسبه لينا ان شاء الله. يظل الكتاب مفتوح، زوز فرق يعرفوا بعضهم مليح، يعرفوا كل فريق يعرف نقاط القوه ونقاط الضعف نتاع المنافس نتاعو. يظهر لي كنا في معسكر حضرنا كما يلزم المقابلة، عرفنا نقاط قوة ونقاط ضعف نتاع النادي الأهلي، كل شيء خدمناه، كل شيء صار في التمارين، توا مازال كان التطبيق إن شاء الله على أرضية الملعب. أكيد بكرة مباراة صعبة على الترجي، وده باين الحقيقة على وجه المدير الفني ووجه لاعبي الترجي او نجم الترجي، اكيد مدين الاهلي قدر كبير جدا جدا جدا، واكيد بكره هتبقى مباراه كبيره. الفرق المصريه ليها صولات وجولات كثيره جدا في رادس، تعالوا نشوف. نتيل لتونس مع نجم الزمالك السابق ونجم منتخب تونس السابق كابتن وسام العبدي. كابتن وسام مساء الخير. مساء الخير كابتن سيف، وبحييك وبحيي كل متابعي قناه اون تايم. ازاي حضرتك، وبنتشرف بوجودك معانا، وراي حضرتك في المواجهه القادمه الاهلي والترجي بكره ان شاء الله. والله انا بتشرف بيكم كمان، بتشرف كل المتابعين. مباراه يعني كابتن، انت عارف نصف نهائي عربي بين ناديين كبار صراحه في افريقيا، الترجي الرياضي التونسي والنادي الاهلي، فريق كبير وفريق محترم، وفريق هو اللي احرز البطوله الاخرانيه يعني بطوله افريقيا. هتكون صراحه مباراه صعبه، فريقين يعرفوا بعضهم ويعرفوا بعضهم، في اللعيبه تعرف بعضها والاطار الفني والناس كلها تعرف بعض. مباراه هتكون صعبه، مباراه يعني ممكن تخلص في جزئيات، يعني فاهم، جزئيات في وسط الملعب. كابتن، من وجهه نظر حضرتك شايف ان هي مباراه ممكن تخلص من اول مباراه لاي من الفريقين، ولا في المباريات دي مع صفاره الحكم في المباراه الثانيه؟ لا اكيد هتخلص في المباراه الثانيه، يعني مباراه هذه مو بشوط اول حيتلعب في تونس، اكيد الترجي حي يدافع على حظوظه يعني في تونس، يعني حيعمل ان شاء الله نتيجه كويسه. هو تعرف في تونس الترجي اللي بيساهم، خاصة ممكن دخول 5000 متفرج ممكن حاجة يعني إيجابية للترجي التونسي، يتعاونهم في المباراة. ما صعب يخلص، صعب تكهن النتيجة، خاصة في شوط ثاني في القاهرة، ونعرف النادي الأهلي في القاهرة ما يساهمش، والنادي الأهلي عايز يحتفظ باللقب. أكيد مش تكون مباراة صعيبة، شفنا الترجي يعني مباراة ربع النهائي لعب في بلوزداد، يعني خسر 2-0 في الذهاب، في الاياب كسب 2-0 وشفنا ضربة الجزاء. لكن يعني صعب التكهن صراحة، ممكن في تونس الترجي ما يساهمش. زي ما قلت لك يا كابتن،
المباراة شوطين، يعني حتلعب شوط في تونس وتلعب شوط في القاهرة، أكيد مش نفس التكتيك اللي مش تلعب في تونس ومش نفس التكتيك مش تلعب في القاهرة، سواء الخارجي ولا الأهلي. جزئية بسيطة هي اللي حتعمل فارق. أكيد الفريق اللي مش يركز في فيفا، وأكيد الفريق اللي مش ياخذ التحامات في نص الملعب، خاصة خاطر نعرف قوة نادي نادي الترجي وقوة نادي الأهلي في نفس الملعب، يعني فاهم، هم اللي يتحكموا في المباراة كلها. أكيد حيكسب الالتحامات هذه ويكسب الكرة الثانية ويكسب الكرة في نفس الملعب، هو اللي حيفوز بالمباراة يعني، واللي يكون مركز في 90 دقيقة. يعني نتيجة مباراة بكرة النتيجة مش حتكون حاسمة، فاهم يعني، خاطر الشوط الثاني والمباراة والكرة أنت عارف يا كابتن ما تخلصش في 90 دقيقة، يعني الشوط الثاني أكيد حسابات ثانية وأكيد إطار فني يركزوا، خاصة بعد أسبوع يعني يشوف لو كسب يعني حيلعب تكتيك ثاني. أنا أحكي على الترجي، لو كسب حيلعب تكتيك ثاني، لو خسر يعني تكتيك ثاني، لو تعادل يعني تكتيك ثاني. يعني ده ما يخص الاهلي والترجي. ما يخص كابتن وسام العبدي وذكرياتك هنا في مصر واللعيبه اللي كنت بتلعب معاها وافضل مباراتك مع الزمالك. اكيد انا بحب الزمالك وانت عارف يا كابتن، ولسه مكلم حازم امام من يومين وكلمني حازم امام، اكيد ذكريات حلوه بصراحه. شعب محترم وكل المصريين يعني شعب محترم بصراحه، وانا بحب يعني ذكريات كبيره هناك، خاصه صراحه جمهور نادي الزمالك من جمهور نادي العظيم صراحه. نادي الزمالك نادي كبير وذكريات حلوه. انا بتمنى التوفيق لنادي الزمالك، واتمنى ان شاء الله يعني الناس كلها بخير هناك، كثير ذكريات حلوه، اصحابي هناك شيكا بالا، عبد الحليم علي، طارق السيد، جمال حمد اللي لعبت معاهم، شيك حازم امام، ابو العلا، كل اللعيبه دول اخواتي، وصراحه دائما بنتواصل وان شاء الله بالتوفيق لكل اصحابي. واتمنى نادي الزمالك ان شاء الله ياخذ الدوري السنه هذه، وان شاء الله التوفيق للناس كلها. وانت يا كابتن منورنا وربنا يخليك. بشكرك كابتن، بتشرف بوجود حضرتك ونشوفك ان شاء الله باذن الله في مصر. بشكرك. اكيد ان شاء الله، وان شاء الله بالتوفيق، ومنورني وان شاء الله، وان شاء الله بالتوفيق ليك، وان شاء الله الناس كلها بخير ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا كابتن وسام العبدي، نجم الزمالك السابق ونجم المنتخب التونسي السابق، بشكره شكرا جزيلا. اكيد بكره ساعات بتفصلنا عن مباراه مهمه للنادي الاهلي، هي مباراه مفتاح للذهاب للنهائي، وفي النهائي جمهور الاهلي يبحث عن جمله واحده فقط لا غير: العشره تنادي. برجل الشمال ومجدي عبد الغني، جول في الكرة، مجدي عبد الغني. يلا بيبو انفراد والثالث، ثالث بيبو. بالتوفيق ان شاء الله باذن الله الاهلي، وبالتوفيق لبيراميدز امام الرجاء المغربي. وهيكون امامنا دلوقتي قائمه نادي بيراميدز اللي هتخوض اللقاء بكره، اللي بنتمنى لهم ان شاء الله باذن الله بكره ايضا كل التوفيق. بيراميدز هتبقى مباراه صعبه، ولكن ان شاء الله باذن الله بيراميدز بنجومه قادر بكره ان هو يعبر بالمباراه الى بر الامان. سكواد بيراميدز على فكره سكواد كبير جدا، وده اللي اتكلمنا عليه بعد مباراه سموحه، وقلنا سيبنا من مباراه سموحه وخلينا نفكر في المباراة القادمة، وهو ده المهم بالنسبة لنا. دي آخر تمرين أمامنا لفريق بيراميدز واستعداداته، وأعتقد إن شاء الله بإذن الله يعني الكرة فيها كل حاجة. قائمة بيراميدز بكرة فيها شريف إكرامي، أحمد الشناوي، علي جبر، محمد حمدي، أسامة جلال، فتحي، أحمد سامي، أحمد أيمن منصور، عمر جابر، رمضان صبحي، دونجا، فاروق، إبراهيم حسن، عبد الله، محمود حمادة، إبراهيم عادل، إيريك، وأحمد توفيق في الهجوم، وادي والجباس. دي هتكون القائمة بكرة، والمباراة الساعة 7 بكرة في استاد الدفاع الجوي. كل التوفيق إن شاء الله بإذن الله
يوم الاحد انا اسف. كل التوفيق ان شاء الله باذن الله لفريق بيراميدز في هذه المباراه. طيب نروح بقى دي قائمه بيراميدز قدامنا اهو، هي القائمه اللي قلتها لكم دلوقتي. كل التوفيق لكل اللعيبه زي ما قلنا بعد مباراة سموحة، ننسى مباراة سموحة، يوم إن شاء الله بإذن الله جديد. أنا بشوف إن بيراميدز من أقوى المرشحين لا أو من أقوى السكوادات اللي موجودة في البطولة الكونفدرالية، يعني أكتر فريق أو أقوى فريق عنده لاعبين، وإن شاء الله بإذن الله يا رب نتمنى له كل التوفيق. دي ما تخص أخبار بيراميدز، ما تخص أخبار نادي الزمالك نروح نشوفها مع بعض. ألف مبروك لنادي الزمالك بالفوز بكأس مصر في الكرة الطائرة وفوزه على النادي الأهلي 3-2. مباراة الحقيقة كبيرة، ومبروك لنادي الزمالك. نادي الزمالك الحقيقة نجومه في كرة الصالات بتتألق بشكل كبير جدا، وعاملين الحقيقة أداء رائع. ولكن أقف النهاردة وأقول لعيبة نادي الزمالك في كرة الصالات عاملين أداء رائع في عدد كبير من البطولات. ممكن تكسب بطولة تخسر بطولة، ولكن المجمل ماشي بشكل رائع جدا. وكمان في كرة القدم احنا دايما بالنادي بنقول ايه لعيب كرة القدم، تبص عليه بكرة الصالات، لا لعيب كرة القدم داخل نادي الزمالك الفترة الماضية ماشيين بشكل اكثر من رائع، قادرين يفصلوا، قادرين دماغهم في الملعب مركزين، بيعملوا اداء رائع جدا، شغلين الحقيقة بشكل جيد جدا. مباراة اسوان امبارح كانت اول مباراة بعد العودة، والامور فيها ماشية بشكل اكثر من رائع. إذن فرق نادي الزمالك كلها ماشية بشكل جيد. كنا زمان بنقول لعيبة الكورة لازم تبصوا على اللعيبة في كرة الصالات، لا الحقيقة لعيبة الكورة مركزين، قعدوا مع بعض، شغالين بشكل أكثر من رائع، مفيش أزمات، مفيش مشاكل، في مكسب بهدف واتنين، مباريات فنيا بتتأدى بشكل جيد جدا. إن شاء الله بإذن الله نتمنى لنادي الزمالك التوفيق في كل الألعاب، نتمنى لنادي الزمالك التوفيق في كل الألعاب. ونادي الزمالك النهاردة زي ما كل يوم بقول، سيبكم من موضوع الحساب، وسيبكم من موضوع التبرعات، وسيبكم من المواضيع دي. الموضوع المهم إن الزمالك في احتياج لكل رموزه، لكل أبنائه، لكل جماهيره. ده التوقيت تاني وتالت ورابع. ده التوقيت إن الزمالك إما بتبقى في ظروف صعبة، تغيير إدارة، أمور مادية أزمة، اللي بيحل القصة دي الجمهور. لازم اللي بيحل القصة دي الجمهور، وجمهور نادي الزمالك جمهور كبير وعظيم، جمهور كبير وعظيم. تقدر الإدارة، إدارة الزمالك تراهن عليه في أي وقت. الأستاذ عمرو الدردير المتحدث الرسمي والمتحدث الإعلامي باسم نادي الزمالك، ألف مبروك فوز الزمالك بالكرة أو بكأس مصر الكرة الطائرة. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا كابتن سيف، ومساء الخير للسادة المشاهدين، وألف ألف مبروك لجمهور الزمالك العظيم، جمهور الزمالك الوافي في كل مكان. ألف مبروك، بطولة غالية جدا جدا جدا. الألعاب الجماعية السنة دي عاملة إنجازات كويسة في نادي الزمالك. إذا كان النادي الأهلي قدر يحصل على لقب بطولة الدوري في الكرة الطائرة، نادي الزمالك قدر يحصل ويفوز على النادي الأهلي اليوم ويحصل على لقب بطولة كأس مصر للكرة الطائرة، ودي بطولة غالية جدا جدا جدا، خصوصا انك بتفوز على المنافس التقليدي بتاعك وبتكسب اللقب، فبالتالي هو انجاز كبير جدا. ومبروك لكرة الطائرة، مبروك لنادي الزمالك، مبروك لعشاق نادي الزمالك، مبروك لجماهير نادي الزمالك في كل مكان. الحقيقة ببارك لك على الطائرة، ببارك لك على الكورة، ببارك لك على نادي الزمالك أداءه الفترة الماضية في ألعاب كتيرة جدا، وببارك لك الحقيقة كمان على تجاوب جمهور نادي الزمالك الكبير العظيم مع فتح الحساب، مع الخطوات ليس مساندة لمجلس حالي أو إدارة حالية، بل لمساندة نادي الزمالك من محبينه مش بس في مصر، في العالم كله. زي ما دايما بنقول يا كابتن سيف، الشعار اللي بيرفعه نادي الزمالك هو شعار دائم لنادي الزمالك، هو شعار الزمالك اولا واخيرا، الزمالك اولا واخيرا.
فبالتالي احنا بغض النظر عن مين بيقود مجلس إدارة نادي الزمالك، الكل في نادي الزمالك يتفق على ان الزمالك اولا واخيرا، فبالتالي الزمالك اولا واخيرا هو ده الشعار بتاع المرحلة القادمة، وان شاء الله الزمالك يكون في قلب كل مشجع زملكاوي. نادي الزمالك اللي هو اولا واخيرا محتاج لكل محبيه، محتاج لكل مشجعيه ان يساندوه في الفترة الجاية. على فكرة فتح حساب مش بدعة ولا حصلت لأول مرة يا كابتن زين، ده فتح حساب كل أندية العالم الكبيرة، أندية كتير جدا لجأت لهذه العملية وأثمرت نتيجة جيدة. أنا شايف أن فتح حساب لدعم نادي الزمالك كانت فكرة جيدة جدا، وكان وراء الفكرة جمهور نادي الزمالك ومحبي نادي الزمالك، وليست اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة المحاسب حسين لبيب، لا الحقيقة كان جمهور نادي الزمالك ورا الفكرة، فبالتالي الدعم دعم مستمر. الفكرة حققت نجاح منقطع النظير. أنا شايف على مواقع التواصل الاجتماعي يا كابتن سيف جمهور الزمالك كل الناس بتحط أي مبلغ أي مبلغ أي أيا كان هو إيه، لكن بتشارك وبتحط من البنك أو من ثوري أو من أي حاجة، بيجيب الورقة دي بينشرها، وده معناه إن هو بيدعم نادي الزمالك. مش شرط تدعم نادي الزمالك بكام، مش شرط تدعم نادي الزمالك بفلوس إيه، ولكن شرط إنك تدعم فكرة نادي الزمالك، تقف ورا ناديك، تساند ناديك، هو ده الأهم وهو ده الأبقى يا كابتن زيزو. بأيد حضرتك في كل كلمة، وإن شاء الله بإذن الله كل الناس في ظهر نادي الزمالك وكل جمهور نادي الزمالك داعمين لي، وإن شاء الله بإذن الله الأفضل لنادي الزمالك في المرحلة القادمة، وإن شاء الله كل محبي نادي الزمالك يمدوا إيديهم مع حضراتكم الفترة اللي جاية. طبعا بالتأكيد دي حاجة هتبقى كويسة جدا يا كابتن سيف، التفاف الجماهير حول إدارة نادي الزمالك أيا كان هي الإدارة مين، التفافهم حول الإدارة ده في حد ذاته نجاح كبير ونجاح منقطع النظير. ده اللي كانت الإدارة بتهدف ليه في الفترة اللي فاتت، وأعتقد إن ده أو الشعار ده أو الحالة دي اللي موجودة في نادي الزمالك حاليا مع الإدارة الحالية لنادي الزمالك بكل اللي فيها من عناصر خبرة وعناصر محترمة وأسماء كبيرة جدا موجودة في اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك مع الكابتن حسين لبيب، أسماء محترمة لازم ترفع لها القبعة، لكن الحالة اللي هم عملوها يا كابتن سيف دي حالة ما كانتش موجودة فترة طويلة، يعني غابت فترة طويلة، فبالتالي وجود الحالة دي رفع الروح المعنوية للاعبين والفرق، شايفين بدأت انتصارات يحصدها نادي الزمالك في الألعاب المختلفة، فده جاي من الحالة نتاج لهذه الحالة. بالتالي جمهور نادي الزمالك العظيم العريض في كل مكان، وهو الجمهور الأهم والأقوى في كل مكان، يعني في الدول العربية من المحيط إلى الخليج جمهور نادي الزمالك بيؤكد التفافه حول ناديه والتفافه حول الإدارة اللي بتدير ناديه في الوقت الحالي، وبالتالي الكل حاسس بالحالة دي اللي موجودة في الشارع الرياضي، وكل الناس بتساهم سواء اللي عايز يساهم بأي مبالغ مالية، سواء اللي عايز يساهم بمبالغ كبيرة من محبي نادي الزمالك في كل مكان، سواء اللاعبين نفسهم حاسين بالحالة دي، فالنتائج تحسنت، الأمور بقت في الأفضل في نادي الزمالك، الحمد لله في حالة جيدة، أتمنى أن يستمر على هذه الحالة لفترة طويلة يا كابتن زين عشان يحصد الألقاب ويحصد البطولات، لأن هو ده نادي الزمالك الكبير، نادي الزمالك العريض، نادي الزمالك التاريخ، نادي الزمالك الملكي، فلا بد ان هي دي تكون الحاله مستمره دايما ان شاء الله باذن الله. نحتفل بيك في الحلقه الجايه مع الاستاذ عزت وبطوله وتوقعاتك اتحققت، ان الرياضه كل يوم في حته وكل يوم مكسب، وان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه هتبقى احتفال بيك بفوز نادي الزمالك. انا ببارك الكابتن علاء عزت والنبي يا كابتن. ماشي حاضر، ان شاء الله ننتظرك احنا والملايين كلهم، الملايين اللي بيسالوا عليك انت وعلاء عزت في حاجه خاصه جدا عملتوها في النقد الرياضي. شكرا يا كابتن. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا للاستاذ عمرو الدردير المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، والف مبروك تاني لنادي الزمالك فوزه النهارده ببطوله كاس مصر لكره اليد. الاستاذ حسام المندوح عضو مجلس اداره نادي الزمالك الطايره، انا اسف. مساء الخير يا فندم.
مساء الخير يا كابتن سيف. ازاي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله، والله بخير الحمد لله. الف مبروك النهارده البطوله يا فندم. والله يعني اتمنى كده الف مبروك يتقال كتير الفتره اللي جايه دي. الحمد لله رب العالمين. الف مبروك يا فندم، امبارح فوز الزمالك على اسوان، اهي كتير اتقالت اهي. الحمد لله، ربنا يكتر من المباركات يا رب ان شاء الله. هل يعني فوز نادي الزمالك بالبطولات وبالمباريات هو شيء مهم؟ مبادره امبارح فتح الحساب وتجاوب الناس معاها من مصر واكيد من دول كتيره من العالم كله، اكيد شيء اسعدكم مش بس للجزء المادي ولكن لحسابات اخرى. والله يا كابتن سيف انا عايز يعني اوصل كذا رساله بمناسبه موضوع فتح الحساب او المبادره. اولا انا بشكرك جدا على تناولك للموضوع بهذه العقلانيه وهذه الحكمه والدور الاعلام المحترم فعلا واخرين طبعا برضه تناول الموضوع بشيء رائع جدا. وده الهدف الاساسي. احنا بنعمل مبادره، المبادره دي لو وليكن نسميها بحبك يا زمالك او في حب الزمالك، دي جزء منها. مش عاوزين نلخص كل مجهودنا على فتح الحساب، لا خالص، ولكن دي مبادرة موجودة جزء منها موضوع فتح الحساب لداعمي ومحبي وعاشقي نادي الزمالك. واللي شفناه يعني اللي شفناه حقيقي في خلال اليومين اللي فاتوا دول خلانا نقول واحنا ليه ما عملناش كده قبل اليومين دول كمان، يعني المفروض نبدأ بيها. ده يعني تفاعل ما شاء الله، تفاعل غير مسبوق مع الحساب. ناس كتيرة جدا طلبت ان احنا نيسر من خلال اجراءات اخرى زي ثوري وخلافه، وبالفعل برضو تعامل الكلام ده ولقينا برضو يعني عايز اقول صراع عشان الناس عايزة بسرعة توصل حبها وتوصل الرسالة دي بغض النظر عن الرقم ايه. انا ما بتكلمش على رقم خالص، انا بتكلم على حالة. الحالة دي حقيقة يجب كلنا نتكاتف عشان نستفيد من الحالة دي في الشارع الرياضي. هنتكلم على جمهور في مصر، جمهور بره مصر، في الوطن العربي، في اوروبا. يعني حالة يا كابتن سيف، انت حضرتك قلت انك بتشوف الايصالات، انا بيجي لي كمية ايصالات موجودة، حاجة جميلة جميلة. والناس على السوشيال ميديا والناس بتعبر عن حبها ولا تخجل، بتقول انا اقدر ادفع كذا وعملته، يعني ده حبا لنادي الزمالك، مفيش مشكله خالص. فدي رساله جميله جدا، وانا مبسوط جدا ان الفكره بدات تثبت نجاحها، وان شاء الله قريب جدا هنعلن عن ارقام رائعه جدا في المبادره ديت. يعني ما يخص يا فندم قرار الاتحاد الافريقي ب يعني عدم مشاركه اي نادي عنده ازمات ماليه مع لعيبه، ازاي حضراتكم اخذتوا الخبر ده، وازاي أزمة نادي الزمالك هتقدر تتحل في هذا الملف أو في هذا الشأن؟ أنا عارف إن أرقام كتيرة وكبيرة يعني. والله يا كابتن سيف، هو طبعًا يعني برضه ده استكمالًا لسبب ما جئنا، أو إحنا جينا وعارفين في مشاكل مادية، وحقيقي من غير القرار الاتحاد الأفريقي أو بالقرار ده، إحنا هدفنا إن إحنا الناس اللي علينا التزامات ليهم لازم يعني نفي بها. حتى لو في عندنا التزامات لمدربين او غير مدربين سابوا الفرقه من فتره او في قضايا وخلافه، لازم نفي بيها برضو في الاخر. اسم نادي الزمالك ما يستحقش ابدا ان الناس تتناوله بشيء مش طيب يعني. فبرضو نفس الفكره، هو الملف ده هناخده بشيء من الجديه، وان شاء الله يعني باذن الله هنوفق من خلال الخطوات والاستراتيجيات اللي احنا شغالين فيها ان احنا ندبر المبالغ المطلوبة ونفي بها بإذن الله يعني. هل من وجهة نظر حضرتك شايف ان المبالغ اللي الناس بتتبرع بيها هتتوجه لألعاب معينة، هتتوجه لألعاب الكورة، ولا هتتوجه لأمور أخرى داخل النادي، ولا لسه الموضوع ما اتخدش فيه قرار؟ لا طبعا، هو دي نقطة مهمة جدا برضو. احنا الجماهير المحبة لنادي الزمالك الرياضي، نادي الزمالك الألعاب الرياضية، فريق الكورة وفريق اليد وابطال النهارده الفولي بول وابطال افريقيا في الباسكت بول والالعاب الرياضيه، هو ده الهدف الاساسي طبعا. يعني هيتوجه في الاساس للمجموعه دي، وهيعلن عن الكلام ده كله برضو قريب يا كابتن سيف، عشان الموضوع هيدار بمنتهى الشفافيه، عشان كل واحد يعرف يعني الجنيه اللي حب يشارك بيه ناديه راح فين بالظبط، وراح في الحته اللي هو عايزها ولا لا كمان. فطبعا احنا الحته دي يعني حساسه جدا ومهمه جدا جدا،
وعاملين حسابنا عليها، وقريب جدا هيعلن ان شاء الله ارقام وهيعلن الصرف كمان فين فيها باذن الله. يعني هل يا فندم فرجاني ساسي راجع تاني؟ هل موضوعه انتهى؟ هل انتهت علاقته بنادي الزمالك؟ هل هيرجع يكمل الموسم؟ نادي الزمالك قدم شكوى رسميه لاتحاد الكوره، ده بناء على ان عرف ان هو مش راجع، ولا هو الراجل راجع؟ الموضوع ايه؟ والله يا كابتن سيف يعني والله انا شخصيا مش عارف. يعني احنا بنسمع كلام كتير، راح الدحيل، مشي من الدحيل، راجع مصر، اتصاب، هيأجل شويه وهيرجع مصر. احنا يعني واظن الموضوع ده اتكلمنا فيه كتير جدا جدا جدا، ويعني كفايه اسئله فيه كده بس حكايه ديت. لا انا معلش يا فندم، انا بس هنا في سوء تفاهم، احنا الناس اتكلمت في الموضوع كتير على اساس ان هو يجدد او ما يجددش، قاعد ولا ماشي. هو كتب حتى في الرجوع برضو. احنا بص يا كابتن سيف، يعني خلاصه الموقف ده احنا دلوقتي لو فرجاني رجع وبرده يعني ونفنيته التفاوض، بغض النظر انا هطلع كل اللي بنسمعه في الميديا بره الموضوع دلوقتي ان هو يعني راح الدحيل ما راحش الدحيل، يعني ماليش دعوه بالحكايه دي. ولكن بتكلم اذا رجع وعنده استعداد للتفاوض هنقعد برضه ونتفاوض، واحنا قادرين بشده في التفاوض. يعني مش عايزين الدنيا تبقى واضحه، تبقى مش واضحه ان مفيش قدرات وفي قدرات. لا، تعالى وشوف ونقعد نتفاوض، هنتفاوض ونوصل للصيغه الكويسه اللي ترضي الاطراف كلها. هو ما رجعش وحب يكمل مسيرته بره النادي، بنتمنى له التوفيق. ونادي الزمالك كنادي كبير، ونادي الزمالك نادي يعني ان شاء الله دائما في 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 اي حال من الاحوال هيكون هو الجزء الاقوى في المعادله. فاذا يكمل، عاوز يكمل بره، نتمنى له التوفيق. واحنا برضو اذا اخل بالعقد او بالتعاقد اللي موجود مع النادي هيكون طبعا لنا اجراءاتنا، وده حقنا ناخد بقى اجراءاتنا القانونيه المتبعه في مثل هذه الحالات. يعني فاحنا حاليا هننتظر وهنشوف يعني. لكن حتى الان يا فندم مفيش اي رؤيه، هو الراجل راجع ولا مش راجع؟ عندي انا لا مش عارف. طيب ملف بن شرقي يا فندم هل شغالين عليه ولا لسه الامور دي موجهه؟ كابتن سيف كل اللعيبه، كل اللاعبين طبعا بن شرقي لعيب مهم جدا جدا جدا. وحقيقي اللاعبين حقيقي كلهم، انا امبارح حتى بحييهم على ماتش، اقول لحضرتك حاجه الصراحه، على اداء الرجولي بتاع امبارح حسام بيه مع ماتش اسوان. فكل اللاعبين، ملف اللعيبه ملف مفتوح، والتجديد والدعم الصفوف، فده ملف مهم جدا وفي اهتمام شديد جدا بيه. صح. عارف حضرتك كنت هقول لك ايه؟ كنت هقول لك ان الاجابه احلى من السؤال. يعني فعلا هو الصح ان كل اللعيبه، مش بن شرقي مع كل الاحترام ليه طبعا. طبعا. واظن يا كابتن سيف حضرتك عارف لعبه او الرياضه عامه هي روح الجماعه، يعني صح. لازم في مجموعه بتشتغل مع بعض، عمر الفرد ما هو بيبقى البطل، الفريق هو البطل. فمع طبعا مع احترامي لكل عنصر من عناصر الفريق وله قوته وله اثره في الملعب ولازم نهتم بيه، بس في الاخر المجموع هو المؤثر في المعادله. صح. نادي الزمالك يا فندم نادي كبير وجمهوره جمهور عظيم، ولازم الناس تعرف وكل لاعب يعرف ان اللاعب اللي بيحبه جمهور نادي الزمالك ده تسوى ملايين كتير قوي. حقيقي طبعا. يعني كم من لاعبين جم نادي الزمالك بشكل وخرجوا من نادي الزمالك بشكل تاني اخر، والحياه فتحت ليهم بشكل تاني اخر بعد وجودهم في نادي الزمالك. نادي الزمالك الكيان اللي بيرفع من شأن الكثير والكثير، فعلى مدار تاريخه صنع نجوم لغايه دلوقتي عارفين ان سبب تغير حياتهم هو نادي الزمالك. فطبعا في الاخر الانتماء بس لنادي الزمالك، لبس التيشيرت بتاع نادي الزمالك ده لوحده شرف ما بعد شرف يعني. اتمنى لك يا فندم كل التوفيق، وكل التوفيق لحضرتك والمجلس ونادي الزمالك في القادم ان شاء الله. اشكرك كابتن سيف، وبحييك برضه على تناولك المواضيع بحكمه وبرزانه وباسلوب محترم. شكرا جزيلا. بشكرك شكرا جزيلا يا فندم، بشكرك شكرا جزيلا. حسام المندوه عضو مجلس اداره نادي الزمالك، وشاهد شاهد من اهلها، يعني راجل مسؤول في نادي الزمالك وشاهد شاهد من أهلها، راجل مسؤول في نادي الزمالك، والحقيقة يعني أثنى علينا أو ده رأيه، وله الحقيقة كل الاحترام وشكرا. لأن زي ما قلت لكم في الآخر نتعامل مع الكيان مش مع حد ضد حد، هناك خلافات أحيانا مع الأشخاص، ولكن يبقى التأييد والمساندة للكيان هو ده دايما اللي احنا بنقوله. نتمتع بعلاقات قوية مع الجميع، عمرنا في حياتنا ما أهدرنا حق حد، ما قلناش إن مرتضى منصور ما عملش طفرة في الزمالك، ما قلناش إن عماد عبد العزيز ما جاش في توقيت صعب، ما قلناش إن حسين لبيب موجود دلوقتي وماشي بشكل جيد.
نساند الجميع ومميزات الجميع نقولها على الشاشة، ونبقى في النهاية مساندة الكيان، هو ده الموضوع المهم، وده اللي يعني جمهور نادي الزمالك. عايز جمهور نادي الزمالك دايما يركز ان جمهور نادي الزمالك الكبير العظيم ده غير مسار وحياة لعيبة كتيرة جدا لعبوا، وبعد اللعب كملوا بالنجومية دي، النجومية دي تسوى فلوس كتير. نادي الزمالك بيتكلم على رجب بكار، وبيتكلم على كريم العراقي، والاثنين في الطريق، والاثنين مقربين، واحد منهم هو اللي هيفنش هيوصل للنقاط الأخيرة. رجب هو الأقرب حتى الآن. كريم في كلام مهم جدا عليه الفترة الماضية، ولكن موضوع كريم داخل في مفاوضات مع أيضا نادي تاني داخل مصر، ولكن كريم نفسه عنده ميول لحتة معينة، ممكن يكون كريم الأقرب، ممكن يكون رجب الأقرب، هنشوف إن شاء الله بإذن الله في الأيام القادمة. الحالات الإنسانية، كابتن إبراهيم الألفي، كابتن إبراهيم الألفي نجم نادي السويس السابق، عنده تعبان وعنده مرض، هو نفس المرض اللي بيعاني منه النجم مؤمن زكريا، ربنا يشفيه وإن شاء الله بإذن الله يا رب نطمن عليه. كان بيدرب ولكن تعطل شوية، نطمن عليه ونطمن الناس عليه. ثم فاصل، وبعد الفاصل كابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الأهلي السابق واحد من نجوم مصر في هذا المجال، بعد الفاصل. الحمد لله كابتن على كل حال، وبشكر قناة أون سبورت على وجودكم النهارده معانا. بالظبط انا بقالي سنه بالظبط بعاني من ضمور في الاعصاب، رحت لكام دكتور قالوا لي ان الحاله بتاعتك ملهاش علاج، كل اللي بيبقى موجود بس نظام تثبيت، والمصاريف غاليه اصلا، حتى القرشين اللي كانوا معايا خلصهم في السنه اللي فاتت دول، الظروف كنت بشتغل قبل كده، الوقت ما كنتش بقدر اشتغل، حتى كوبايه الميه والحاجات دي بنتي او ابن محمد اللي بيسقيني، وموضوع اللبس برضك والحاجات دي بصعب عليا، هم اللي بيلبسوني برضك. حتى كانت الحاله الاولى كويسه ومستقره، الوقت بعد ما رحت للدكتور وقال لي الحاله ملهاش علاج، ثبت اثر بالنسبه لي داخل جوه، ف بقالي بالظبط 6 اشهر كل ما اروح للدكتور يقول لي نفس الكلام اللي هو الضمور في الاعصاب والعمليه الحاله مالهاش علاج. حتى ربنا يكرم الكابتن مؤمن زكريا، سمعت الحاله بتاعته كويسه، فانا بطلب من المسؤولين حتى يتوصلوا حد يتوصل بالدكتور اللي هو بيعالجه، عشان اصلا مش عارف اوصل له. انا كان الاول مرضى رزقي كان الكوره، بعد ما بطلت كوره مسكت مدرب في نادي بدوي الرياضي ونادي الخيريه، وبعد كده لما جت الاصابه وبدات العمليه بحس بتقل او مش قلتش قادر، قعدت بقالي 17 او 18 شهور ومفيش دخل يا كابتن. احب اوصل المسؤولين كلهم ان يساعدوا والدي، لان احنا عايشين لدرجة اللي بابايا ما كانش بيلاقي يجيب لي علاج، كنت بروح اشتغل واساعد واجيب واقول له خد يا بابا هات العلاج وكده، لدرجة مثلا الناس بيقابلوني يقولوا لي انت شرف كبير قوي اللي انت والدك كابتن ابراهيم، اقول له ده حاجة انا حاسسها بالنسبة لي للكابتن ابراهيم الالفي والدي، شرف كبير بالنسبة لي، حابب اقول له شكرا على كل مساعدة ساعدها لي، وهو اللي ساعدني نلعب كورة، كل ما كنت امشي في اي حته الاقي الناس تقول لي انت والدك الكابتن ابراهيم، شرف كبير لي اول ان اكون من الكابتن ابراهيم الالفي، وزعلت جدا لما هو تعب وكده. كل الأندية
اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. كابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الاهلي السابق، بتشرف دايما وجود حضرتك. ربنا يكرمك يا كابتن سيف، انا سعيد ان انا موجود معاك والله، وفي طبعا في قناه اون. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ تمام والله الحمد لله. كم مباراه امام الترجي؟ 3 في تونس في استاد رادس، و3 في القاهره. نتائجهم ايه؟ 3 في تونس مكسب الحمد لله، 3-2-1 2-1 1-0. 3 اللي في تونس مكسب، اه الحمد لله، 3 اللي هنا، والثلاثة اللي هنا 1 مكسب و2 تعادل. يا يعني التعادلات الاكتر هنا، اللي اكتر هنا 2 في برج العرب، 1 في 2012 طبعا نهائي، تعادلنا 1-1 في برج العرب، وكسبنا في تونس 2-1 في استاد رادس يعني. ومباراة تانية في دور الثمانية تعادلنا في استاد برج العرب 2-2، وكسبنا برضه في رادس 2-1 بجون علي معلول واجاي. انت بتحب دايما تبتدي هناك ولا هنا؟ هو يعني هي الظروف كانت كانت دايما بتبقى احنا هنا دايما يعني، بس انا دايما بشوف الافضل تبتدي بره. طبعا هو ده الافضل يعني، تبقى عارف النتيجه وتبقى برضه انت جاي بتلعب وعارف انت عايز ايه من المباراه، انما طبعا لو بدات هنا يعني احنا خد بالك يعني 2012 تعادلنا 1-1 وفي نهائي، فالمباراه بالنسبه لنا هناك صعبه جدا جدا يعني، يعني حتى مش 0-0 ده 1-1 يعني، هناك 0-0 انت بره البطوله. فتروح هناك وتكسب 2-1 دي كان يعني كان بالنسبه لنا كانت مباراه صعبه قوي قوي يعني. وكان فرقه تونس بقى فرقه كويسه قوي، الترجي يعني. وبرده في دور الثمانيه تعادلنا 2-2 يعني 2-2 صعبه جدا 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 يعني، 0-0 1-1 انت بره البطوله. فتروح هناك تكسب 2-1 برده وتعدي الدور الثمانيه، ف يعني كان الامور صعبه قوي. والمباراه بقى اللي الاولى بقى كانت في تونس، كسبنا 1-0 كان هدف جون انطوي، وجينا في لعبنا المباراه دي في السويس كسبنا 3-0. فست مباريات الحمد لله يعني 4 مكسب و2 تعادل. شايفه بكره ازاي؟ مباراه صعبه. صعبه؟ طبعا صعبه. دايما بص يا كابتن سيف، دايما الاهلي والترجي سواء في مصر او في تونس المباراه بتبقى سهله، بغض النظر عن مين ماشي كويس، مين قماشته افضل، مين يعني بنعتبرها مباراه اهلي وزمالك. انا بعتبرها هي من اقوى المباريات في القاره الافريقيه يعني بشكل عام بقى يعني، لو بتكلم على الانديه بتكلم على الترجي برضو تاريخ كبير جدا جدا، وبيعرف يتعامل كمان، واخد البطوله اللي قبل دي يعني، البطوله اللي قبل الاهلي، البطوله اللي فاتت دي اللي قبلها هو واخدها، فهو واخد بطولات كتير ووصل لنهائيات كتير، فدايما هو متمرس على ان هو يوصل للاربعه ويوصل للثمانيه ويوصل للنهائي وياخد البطوله. فهو برضو ايه يعني فرقه من الفرق الكبيره في افريقيا يعني، يعني اسم الترجي اسم كبير، حتى لو بيمر بظروف صعبه قبل مباراه الاهلي بكره، انما في مباراه الاهلي الاثنين مع بعض لا بيبقى الامور طبعا ما بتبقاش سهله يعني. وهو خد بالك بيتشائم قوي من انه يلعب في استاد رادس مع النادي الاهلي بالذات، لان هو ما كسبش، يمكن هو مره واحده بس اللي كسب، وكانت دي المباراه لها ظروفها للنهائي اللي كسبه 3-0 من سنتين 2018، دي كانت المباراه لها ظروفها. ولو قعدنا نتكلم هنتكلم على حاجات كتير قوي طبعا يعني، الاتوبيس اللي اتضرب ومش عارف ايه، وايقاف طبعا وليد ازارو واصابه احمد فتحي لو حضرتك فاكر في المباراه اللي كانت هنا، وكان في يعني المباراه كان بالنسبه لنا كان في مشاكل كتير قوي بالنسبه للنادي الاهلي يعني. غير كده دايما مباراه النادي الاهلي والترجي في تونس، الترجي بقى نازل وهو عارف انه فرص مكسبه مش كتير، مش يعني مش فرص عاليه. ودايما النادي الاهلي بقى يعني برده بيبقى دي برده خد بالك ده عامل نفسي مهم جدا جدا لعيبه النادي الاهلي. بتبقى نازله وعارفه ان لا ده احنا يعني هنا بنكسب، كسبنا كتير قبل كده وبنقدر نعمل نتيجه ايجابيه، فده من المنطلق ده بيتعاملوا مع المباراه. فدي عمليه نفسيه انا شايفها في صلاحه النادي الاهلي يعني، ممكن تبقى يعني شويه بتبقى يعني بيبقى في مشكله بالنسبه للاعيبه الترجي والجهاز الفني للترجي يعني. وجود الشناوي بيحط يعني كام في المية ثقة مع النادي الأهلي؟ يحط كام قلق على الفريق المنافس؟ لا بيحط كتير، بيعمل فرق كبير جدا مع لعيبة النادي الأهلي ومع الجهاز ومع الفريق الخصم يعني، هم عارفين ده كويس قوي. أنا عارف كويس قوي من حتى لعيبة الترجي بتقول الكلام ده، وسمعت الكلام ده كتير من لعيبة الترجي لما الشناوي موجود، لا بيبقوا عاملين حسابه قوي وعارفين إن المباراة مش تبقى سهلة. إن عشان يجي جون في الشناوي أو عشان الشناوي يعني إن شاء الله ربنا يكرمه بكرة ويوفق إن شاء الله، الأمور ما بتبقاش سهلة يعني. فالشناوي قوه ضربه كبيره جدا للنادي الاهلي، وانا شايفه ان هو يعني في الفتره الاخيره دي ما شاء الله حتى بره الملعب بيعمل الدور بقى ككابتن الفريق، بيعمله بشكل كويس قوي يعني، اللعبه كلها صح. بتحبه وهو كمان قائد بشكل كويس قوي، وده مهم قوي ان دايما يبقى القائد ده يعني يبقى فيه حب وفيه احترام. فانا شايف ان الشناوي بيعمل دي كويس قوي، سواء يعني انا متاكد ان كل لعبة بتحبه، في لعبة كبيره طبعا معاه، طبعا شايله معاه جدا زي وليد سليمان وزي السوليه وزي علي معلول، بنعتبره برده دوم الكباتن الفرقه دلوقتي، لان هو ما بيعتبرش يعني انا بعتبره مش اجنبي،
انا بعتبره واحد زي لعيبه النادي الاهلي بقى القدامى اللي هم موجودين دلوقتي زي الشناوي ووليد والسوليه والناس. فلا الشناوي مهم جدا جدا وان شاء الله ربنا يوفقه بكره ان شاء الله ويعمل مباراه كويسه ان شاء الله. يعني التشكيله بكره اللي انت شايف الافضل للنادي الاهلي بكره من وجهه نظر حضرتك؟ بص هو طبعا في مشكله بالنسبه للباك رايت، فاقرب واحد يلعب انا شايفه اكرم. يعني اقرب واحد ان اكرم بيدافع بشكل كويس قوي، عنده سرعه يعني في الحته دي انا شايفه انه يعملها بشكل كويس قوي، ويلعب بدري بنون ويلعب يعني انا شايف ياسر ابراهيم برضو الامانه يعني ادى بشكل كويس قوي في مباراه صن داونز هناك وجاب جون وكان عامل مباراه كويسه قوي، ويلعب بقى لو سليم علي معلول يعني مش بدر وايمن. بص دي يعني ممكن يبقى فيها اختلاف يعني يعني الاثنين كويسين قوي يعني ايمن طبعا بيأدي بشكل كويس قوي الفتره الاخيره وياسر فيعني بس كده كده بدر هيبقى موجود بدر بنون واحد من الاثنين يعني مش هيبقى فرق كبير قوي بين الاثنين. يعني ممكن يبقى ممكن مواصفاته الجسمانيه شويه راحه في اتجاه ياسر. هيلعب ثلاثه نص ملعب ولا اثنين؟ بص هو لعب بره في صن داونز لو حضرتك فاكر حط رامي قدام السيرد باكين. يعني انت عارف ان صن داونز كان دايما بيلعب من العمق بشكل كويس قوي، فحط رامي قدام السيرد باكين في ظهر السوليه وفي ظهر ديانج وعملها بشكل كويس قوي. 4-1-2-2 يعني بيلعب 4-1-2-3-1 بالظبط كده. فعشان كده هو لما حط رامي في الحته دي 4-1-2-2-1 ايوه اسف عشان كده في لعيب زياده عشان ما نعملش بقى زي لا مظبوط كويس انت ايه يعني خدت بالك. فعملها كويس قوي موسيماني في لما حط رامي قدام السيرد باكين في ظهر الاثنين الديفندر المتقدم. يعني هو بص الصن داونز بيعمل اختراقات من العمق بشكل كويس او بيعمل وان تو هات والحاجات اللي من العمق بيعملها اكتر من الجناب، فعشان كده هو زود عدد لعيبه في الحته دي فهم بيعملوا استحواذ بس بعيد شويه. ساعات يا كابتن الليبرو المتاخر ده بيحط ضغط على الجون بشكل كبير بيركع الفرقه لورا. ما هو حسب انت بقى انت بتعملها ازاي يعني ما الليبرو ده يعني هو مش موضوع الليبرو متاخر هو كده كده بص يعني شئنا ام ابينا صن داونز هيعمل استحواذ. صن داونز لا انا بتكلم على احنا بنتكلم على رامي لما لعب المباراه اللي هناك في صن داونز. يعني بتكلم على الترجي طبعا عشان حضرتك بتقول لي رامي يلعب بكره في نفس المكان ولا لا. انا شايفه مش محتاجه قوي بكره في الحته دي. ليه؟ الترجي مش من الفرق اللي بتعرف تعمل استحواذ زي صن داونز. يعني مش من الفرق اللي بتمسك كرة تحت ضغط وتلعب بقى في مساحات ضيقه ويعملوا استحواذ على خط 18 والكلام ده مش هيقدروا يعملوه بكره. لا صعب جدا جدا يعني عكس صن داونز تماما. فرامي يلعب في الحته دي انا شايف انه هياخر الاهلي قوي زي ما حضرتك بقى بتتكلم كده. الامور مش هتبقى لا بالعكس انت هتضغط النادي الاهلي اكتر. انما مباراه صن داونز اللي كانت في صن داونز كده كده رامي لعب رامي ما لعبش كده كده الفرقه هتعمل استحواذ وهتضغط النادي الاهلي فكان مهم ان انت تزود عدد اللعيبه في المنطقه دي. عشان الكرة هتتقطع منهم هتتقطع سواء هيعملوا استحواذ بقى يمين شمال بس الكرة في الاخر هتتقطع وده اللي كان بيحصل. يعني شوف الاستحواذ هتلاقي معدي كتير يعني. فبكره انا شايف ان رامي لو لعب في الحته دي هيبقى في ضغط للنادي الاهلي هيبقى كتير وهيفقد لعيب مهم قدام. فانا شايف ان لا يلعبوا عادي جدا الطريقه بتاعتهم المعتاده 4-2-3-1 دي اقرب طريقه للنادي الاهلي بكره. وشايفوا النادي الاهلي يلعب يعني مش عايز اقول يلعب جيم مفتوح ما يبقاش فيه طبعا يعني في اندفاع في الناحيه الهجوميه انما النادي الاهلي بكره انا شايف المباراه 50-50 يعني. يعني انت شايف بكره الاهلي ينزل يلعب مفتوح ويلعب جيم مش مفتوح يا كابتن سيف المباراه هناك حلو يعني ملعب انت بتلعب في ارضيه ملعب ممتازه. انا بحس ان انا بلعب في استاد القاهره او بلعب في استاد برج العرب. ممكن وخد بالك احنا المباراه اللي احنا كسبناها دي احنا كان بيبقى فيه جمهور مش مفيش جمهور السكن بيبقى متقفل وبنكسب هناك. احنا في مباراه 1-1 هنا وكسبنا 2-1 هناك كان لسات فيه اكتر من 80,000. ايه الفرق في المباراه دي في وجود جمهور عن عدم وجود جمهور؟ ما بيفرقش قوي مع النادي الاهلي في وجود جمهور. الاهلي اللعيبه متعوده على الكلام ده متعوده على الضغوط الجماهيريه دي فمش فارقه قوي لو ما فيش جمهور برضو يعني الاهلي يعني اتعود خلاص بقى لنا فتره كبيره بنلعب بجمهور الفتره القديمه وبرضو الاهلي بيلعب كتير قوي ماتشات من غير جمهور. فبكره انا عارف ان في 5000 تقريبا يعني تقريبا الاتحاد الافريقي سمح بوجود بعض الجماهير. سمعنا 3-4 ارقام لحد دلوقتي 5-10-15 مش عارفين ايا كان. انا بقول لحضرتك احنا لعبنا لما كسبنا 2-1 في دور الثمانيه بعلي معلول واجاي وكنا خسرانين 1-0 وكنا متعادلين هنا 2-2 وجه الشوط الثاني كسبنا 2-1 كان في 80,000 في الاستاد. لما كسبنا في 2012 برضه كان في جمهور. فموضوع الجمهور ده مش هيفرق قوي مع لعيبه النادي الاهلي. لعيبه النادي لعيبه كبيره لعيبه متمرسه على الكلام ده. دي صوره مجلس اداره النادي الاهلي اهو جرحي وسراج و الفنان احمد فهمي متصورين هناك مع بعض في تونس
والله بص دي انا يعني شفناها كتير برضو، كان يعني 2012 كان في اعضاء مجلس اداره بالكامل بقى، كان في كابتن الخطيب وكابتن حسن حمدي، وكان مجلس اداره بالكامل كان موجود في 2012 وربنا اكرمنا وخدنا البطوله. فانا شفت دي بتبقى تعمل دفى للاعيب، تعمل يعني اللعيبه بتحس بان لا ده في ناس ورانا وفي ناس جايه تشجعنا وفي ناس مهتمه بالمباراه. فشوف دي حاجه ايجابيه مش حاجه وحشه يعني. طبعا بالعكس طبعا يعني. حاجه فيها مسانده كبيره. وفي كمان الاستاذ طارق قنديل موجود هناك، وكابتن خالد المهندس خالد مرتجي، وكابتن محمود الخطيب رئيس البعثه. طب وكمان سافر كمان من هنا بعد الاستاذ تقريبا الاستاذ محمد سراج تقريبا هو قدامنا في الصوره. بنقول حضرتك يعني هو ما راحوش مع البعثه؟ لا سافروا امبارح. سافروا امبارح يعني تقريبا كده انت في حوالي اكتر من نص مجلس الاداره موجود. طبعا يعني في حوالي 5 أو 6 موجودين. فده طبعا ده شيء ايجابي جدا ان النادي الاهلي لا الناس وراه والناس يعني مهتمه بالمباراه، وان شاء الله باذن الله النتيجه تبقى ايجابيه ان شاء الله باذن الله يعني. يا رب ان شاء الله. نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل مع كابتن طارق نتكلم على بدايه المباراه بكره، السيناريو اللي موسيماني بيفكر فيه، هل هيفكر في المباراه الثانيه، هل حاطط 2 سيناريو مع بعض، كل الاسئله دي اجابتها بعد الفاصل. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. نروح بقى شويه نتكلم على كام حاجه كده حضرتك سريعه في الدوري المصري. نبتدي من مصر المقاصه، نتكلم على كذا حارس، مستوى مصر المقاصه، مستوى حارس مصر المقاصه محمود حمدي. طبعا ما شاء الله الفتره الاخيره الامانه بيأدي بشكل كويس قوي مع الفرقه في ماتشات كتير قوي يعني كسبناها، كان محمود حمدي يعني طبعا مع اللعيبه كلها طبعا يعني، انما هو كان له دور كبير جدا في ان احنا نكسب ماتشات كتير، منها مثلا مباراه السيراميكا في الكاس. احنا معاك بدائل يا كابتن كويسه؟ معايا محمود كوكو حارس مرمى ممتاز، ومعايا البلتاجي، ومعايا ولد تحت السن محمد القصاص، 4 بيتمرنوا معايا يعني. محمود طبعا بيلعب بقاله فتره كبيره ما شاء الله، بقاله 7 سنين في المقاصه. كوكو بقاله حوالي 5 سنين. كان بنتكلم على محمود عشان الطول والجامب. هو جول كويس قوي يعني، قدراته عاليه جدا وقوي، وبيعمل تيكوف عالي قوي يعني ما شاء الله، جول كويس يعني. وكمان عنده شخصيه قويه جدا، وفرق معانا كتير جدا في ماتشات كتير. لسه بقول لحضرتك مثلا مباراه سيراميكا في الكاس 2-1 كان نجم المباراه، مباراه اسوان في اسوان برده كان احد نجوم المباراه. يعني ماتشات كتير يعني ما شاء الله بيأدي بشكل كويس قوي. حتى احنا امبارح خسرنا المباراه، انما الشوط الثاني بيأدي بشكل كويس قوي الامانه، جول كويس يعني، بيتمرن بشكل كويس قوي، بيحب التمرين جدا جدا. فاتمنى ان شاء الله الولد يبقى يعني لو يعني منتخب يبقى فيه من الجهاز الفني المنتخب يبقى فيه عين يعني تبص على محمود. محمود جول كويس، وكان جول منتخب الاولمبي قبل كده مع كابتن حسام البدري، وطول عمره يعني من الاجوان اللي بتبقى موجوده في المنتخبات يعني. صبحي في الاتحاد. صبحي ما شاء الله يعني ولد الامانه، اول سنه يا كابتن سيف يعني موضوع انه يطلع اعاره السنه دي جت مصلحه كبيره جدا للولد نفسه طبعا، والنادي الزمالك، وكمان النادي الاتحاد يعني. بقى له لعب ما شاء الله ماتشات كتير السنه دي، كل الماتشات تقريبا هو لعبها، وفي نفس الوقت بقى هيبقى فايده للمنتخب الاولمبي يعني. لو انت صاحب قرار في الزمالك، ترجع صبحي على حساب واحد من اللي موجودين ولا تسيب الثلاثه؟ لا ارجع صبحي. على حساب مين؟ صعبه دي فنيه، ما فيهاش حاجه، دي رؤيه فنيه يعني. هيزعلوا على فكره. لا ملهاش علاقه كابتن يعني، دي وجهه نظر حضرتك الفنيه. ما هو اللي مش موجود هياخد فرصه في حته ثانيه وهيشتغل. والله الامانه الثلاثه كويسين يعني يعني هي المشكله. بص يا كابتن سيف، هم الثلاثه كويسين، فلما حتى واحد هيخرج مش بيخرجش عشان وحش، هو بيخرج عشان يعني انت فرصه اللعب بتاعتك هتبقى صعبه. صح يعني دلوقتي مثلا قعد مثلا ابو جبل كان بيلعب وكان ماشي كويس بقاله اكتر من سنتين، مش ماشي بشكل كويس قوي. شوف عواد كان بعيد ازاي يعني، عواد جاي من بعيد قوي. انا عايز لو انت لو طارق سليمان هو المسؤول، مين هياخد؟ مين واحد، مين اثنين، مين ثلاثة؟ يعني رجع صبحي على حساب مين ويسيب الاثنين؟ ما انا بقول لحضرتك انا بالنسبه لي الثلاثة كويسين، بس تمام. انا هسيب اثنين يعني، انا ممكن اسيب يعني ابو جبل وجنش. ابو جبل وجنش ممكن وتخرج عواد وترجع مكانه صبحي. مش عشان عواد وحش، عشان ياخد فرصة يعني، عشان يلعب. عشان تقدر يلعب. تقدر تسيطر على 3 حراس مرمى كبار كده؟ طبعا. بص يا كابتن سيف، مش انا اللي بسيطر يعني، انا طبعا بقى جزء مهم ان انا ابقى راجل عادل وابقى راجل فير في ان انا بعامل الثلاثه زي بعض، وحقهم بياخدوه في التمرين، وابقى حتى بنقل الصوره بشكل كويس للمدير الفني. دي مهم قوي ان هم يبقى حاسين بالكلام ده. لو انت النهارده بتدرب رقم واحد فمعاك نمره 2 مثلا قل شويه، بتحضره وشد ودوس وبتاع، انت دورك كمدرب حراس مرمى. لو معاك بقى 3 كبار هتحضرهم ازاي؟ حصل معايا يا كابتن سيف، ما حصل معايا في النادي الاهلي كتير. ما انا كان معايا الشناوي، وكان معايا شريف، وكان معايا احمد عادل. وكان معايا شريف واحمد عادل وابو السعود، ودول مش جوان كبيره. وقعدوا معايا سنه واثنين وثلاثه يعني. انا قعدت 8 سنين في النادي الاهلي، 8 سنين بحراس مرمى كبار، ومش 2 3 دايما 3 حراس مرمى كبار.
ما الشناوي مش جه سنه، الشناوي جه قعد قد ايه؟ اول سنه ما لعبش، قعد سنه كامله شريف اللي بيلعب. طب بعدها كده شريف قعد سنتين ورا بعض وممتاز صراحه كده. توقعت ان الشناوي قعد شريف صراحه الى حد كبير. بص يا كابتن سيف، دايما انت لما بتيجي تجيب حارس مرمى من بره انت بتبقى جايبه عشان ايه؟ مش جايبه عشان ينافس وعشان يلعب، عندك عشان عندك بديل قوي. طب يعني عندك اساسي، عندك حارس قوي، انت جايب مواصفات. انت لما بتجيب جون للنادي الاهلي بتجيب جون مواصفات يلعب على طول، يعني مش يلعب على طول، يعني طبعا جايبه عشان يلعب. بس التوقيت بقى امتى ومين هو كمان بيحط نفسه في الحته دي؟ يعني انا ممكن انا التمرين الواحد بيتمرن بشكل كويس ويلعب ماتشات وديه ولو متاح يلعب مباراه رسميه، بس في النهايه انت اللي بتحط نفسك في الحته دي. انت لما جه لعب الشناوي اول مره ما هو قعد تاني يا كابتن سيف، ليه ما قدمش المردود اللي احنا كنا عايزينه في جهاز فني وقعد تاني ولعب كمل شريف الماتش ماتشات الكاس. لما جه قعد لعب بقى المره اللي بعدها ما قعدش. ليه ما قعدش؟ لانه قدم المردود اللي احنا عايزينه والمردود اللي خلاه لعب كاس عالم. كنت تتوقع ان هو قعد شريف بالشكل ده؟ يعني يروح في النقطه دي الشناوي؟ كنت تتوقع؟ مفيش كلام، انا متوقع بنسبه 100% انه يبقى جون مصر الاول والمسافه تبقى بعيد عن اقرب منافسينه ويلعب منتخب نمره واحد. يا كابتن سيف احنا هو بعيد وهو رقم 2 ورقم 3 كان بيقول لي عايز العب كاس عالم. هو عايز يلعب كاس عالم وهو بعيد ما عنده المواصفات. وكنت بقول له الكلام ده، بقول له يا ابني انا بعرف اقيم كويس، انا بشتغل معاك وبشتغل مع الاجوان اللي موجوده. لو استمر الشريف اكرامي كان ممكن يوصل للنقطه اللي وصل ليها الشناوي؟ لو استمر مين؟ شريف اكرامي كان يوصل للنقطه اللي وصل ليها الشناوي ولا صعب؟ لا صعب. صعب صعبه. ليه بقى؟ هي قدرات. قدرات مش معنى هو شريف جول كويس انما النقطه اللي وصل لها الشناوي هي يعني الشناوي محتاج يعمل ارقام بقى مع المنتخب. يعني هو لعب كاس عالم، محتاج بقى يبقى في بطوله افريقيه، محتاج، لان ولاد جول كويس وعنده قدرات. انا ما بقللش والله من شريف خالص، شريف جول كويس وحقق انجازات مع النادي الاهلي، حقق بطولات كتير مع النادي الاهلي. في التوقيت اللي طلع فيه شريف هل كان يقدر يستمر في الاهلي وينافس الشناوي ولا خلاص المسافه؟ لعب يا كابتن سيف كتير شريف، يعني شريف لعب كتير، يعني لعب في النادي الاهلي اكتر من 6 سنين. انا بسال السؤال اللي هو بعد ما الشناوي ركب ولعب بالشكل ده، شريف كان لو استمر في النادي الاهلي كان يقدر ينافس الشناوي ولا المسافه بعدت؟ لا بعدت خالص. بص يا كابتن سيف، في جول بيجي منتخب مصر بتقول ده جول 10 سنين جاي منتخب مصر او 15 سنه. ده اللي حصل مع الحضري. الحضري لما استلم، او حصل مع نادر السيد لما استلم من الكابتن شوبير. الحضري نادر السيد فضل فتره كبيره جدا يلعب اساسي منتخب مصر، وبعدين استلم الحضري بعد كده فضل فتره كبيره جدا يعني اكتر من 10 سنين اساسي منتخب مصر، زائد انه كان بيلعب ايام نادر حتى كمان. بعد ما الحضري بطل حصل شويه كده الدنيا ايه، شريف يلعب شويه ويقعد ويرجع الشناوي يلعب شويه ويقعد ويرجع احمد الشناوي مش محمد. كان العمليه لسه مش واضحه قوي مين هيبقى جون منتخب مصر ويكمل بقى ويستمر. طب حصل حضرتك سؤال، اتفضل. لو ما طلعش محمد الشناوي كان حد يقدر يقعد الحضري ولا كان الحضري هياخد وقت اطول؟ لا من الاطول اللي هو لا هو الحضري خد وقت طويل يعني هو الحضري. أيوة بس الحضري كان مستني حد يقعده، يعني في كل الحضري كان المفروض يبطل قبلها فتره كبيره، كل ما يجي الحضري يبطل ما حدش ينزل. أيوة يمسك في الفرصه فيرجع الحضري. ايوه مظبوط. حتى في كاس العالم الحضري راح يلعب يا كابتن سيف. الحضري في 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 اول ما الحضري بطل ما فاكر حضرتك ماتش البرازيل؟ ايوه. مين اللي لعبه ماتش البرازيل ده؟ لعبه احمد الشناوي ايام كابتن زكي عبد الفتاح وايام برادلي. كل ده كويس بس بيرجع تاني الحضري يلعب عليه. ما انا ليه يا كابتن سيف؟ ما عشان في كلام، عشان الناس ما بتقدمش مردود. ايوه يا كابتن سيف انا ممكن يعني انا عايز اقول كلام بس الكلام ده ما ينفعش يتقال على الهواء. يعني ليه يا كابتن؟ لا يعني يا كابتن ما هو في حاجات كتير. بص يا كابتن سيف انت بتاخد فرصه ما تمسكش فيها ليه؟ انت عندك المشكله سواء مشكله فنيه او مشكله شخصيه عشان نبقى الامور واضحه اكتر شويه. ما هو انا سؤالي ده بقى بس عايز حضرتك تفكير، هل حد من الناس اللي كانت على الساحه فنيا وشخصيه كانوا يقدروا يقعدوا الحضري؟ ما الحضري ما كانش هيبطل كده لوحده، الحضري عشان يبطل لازم كان لازم حد يقعده. حد طبعا. أيوة. حد كان يقعده غير الشناوي؟ ده سؤالي. بص جات الفرصه. بص يا كابتن سيف ما انا بقول لحضرتك ايوه كان في حد يقدر. ايوه طبعا. مين يا كابتن؟ ما شاء كان في حد يقدر. ما انا بسال مين؟ يا كابتن دي كلها فنيات، دي كلها ما فيهاش احراج على فكره. انت حضرتك خايف تزعل حد ليه؟ دي فنيات. احمد الشناوي يا فندم؟ احمد الشناوي. ما عادوا. طب ليه؟ ما ليه يعني ما هو ما يبقى ما المشكله فين؟ المشكله عند احمد الشناوي. ماشي انا مش بتكلم المشكله، انا بتكلم الشخص اللي ما عندوش مشكله. يعني النهارده ما طلعش محمد، كان الحضري ده هيكمل سنتين ثلاث تانيين؟ لو ما طلعش محمد؟ لا يعني كان الحضري هيكمل بقى يعني خلاص بقى ما فيش غيره.
ما انا بسال أيوة. عشان كده. ايوه ما ده طبيعي. هو وليه الحضر بيكمل؟ عشان هو مش لاقي حد يطلع. يطلع يعني يعني محمد الشناوي اللي خلى الحضر يعتزل، مش اللي خلاه يعتزل في النهايه. انا يعني اللي حصل ايه في النادي الاهلي؟ محمد الشناوي لما لعب ومسك في الفرصه ما مسكش بقى سنه، ده قعد سنه واثنين وثلاثه في الشريف، عمل ايه؟ خلاص حس ان الموضوع بقى صعب. هو يا كابتن الكلمه دي ليه صعبه؟ ما هو محمد الشناوي شريف كان هو الحارس الاساسي للنادي الاهلي وجون كبير جدا. محمد الشناوي ما جه ركب فتره، خلاص شريف حس ان مش هيلعب، فمحمد الشناوي كان سبب ان شريف يرحل من الاهلي. بالظبط كده. دي جمله فيها حاجه غلط؟ لا مفيش حاجه، مفيش حاجه غلط. لا لا لا، اما جه محمد الشناوي دخل مع الحضري في خناقه في كاس العالم وفي المباراه الوديه، لو الحضر يلعب كاس على ما كانش هيبطل، كان هيكمل مشواره وهيكمل ارقامه. بالظبط بالظبط. لو محمد الشناوي مش موجود كان الحضر يكمل؟ كان ممكن يكمل. بنسبه كبيره. كان ممكن يكمل. بس ده السؤال. لا والشناوي قعد يعني الشناوي لعب ليه؟ لما لعب كاس عالم قدم مستوى كويس، وبعد كاس العالم كمان قدم مستوى كويس، فخلاص بقى بنت قوي ان بقى في جول اساسي منتخب مصر 10 سنين جايين. تمام. انا بقول الكلام ده واضح. الناس يعني الناس اللي موجوده ما كانش عندها الامكانيات تقعد الحضري؟ لا في امكانيات وفي حاجات، انما في عندك ممكن. انا بقول لحضرتك بص، في ثلاث حاجات يا كابتن سيف عشان بس ايه يعني ايه بقى، خد منهم اللي انت عايزه بقى. انا عندي موهبه. انا لما اجي اصنف حارس المرمى اصنف انا عندي موهبه. عندي مواصفات شخصيه وعندي مواصفات جسمانيه. تمام. الثلاثه اللي حصل ده اللي احنا بنتكلم عليه ده، لما بيحصل مشكله وان الحضري بيرجع يلعب تاني يبقى في مشكله من في الثلاثه دول، واحده من الثلاثه موجوده، لازم تبقى موجوده. مش عندي الشناوي. الشناوي عنده الثلاثه، عنده الموهبه وعنده المواصفات الشخصيه وعنده المواصفات الفنيه. عنده المواصفات الجسمانيه. الثلاثه موجودين. فعشان يعني كده يعني محمد الشناوي اللي خلى الحضري يعتزل. عايز تمشيها كده؟ هي كده. بس خد بالك انا الحضري بالنسبه لي انا بحب الحضري جدا. يا كابتن هو الحضري ده كابتن يعني الحضري السنه كابتن. ايوه خلاص الحضري بالنسبه لي انا بقيت احنا بنتكلم عربي. الحضري اسطوره مصر. بالظبط انا معاك. كل وقت وله ادان. تمام. في سبب خلاك تعتزل. هو النهارده كبر بقى يا كابتن سيف. طب ليه ما تقولش كبر؟ ما هو فضل كبر يعني واحنا صغيرين. يعني الحضري من هو عنده 38 سنه كبر يا كابتن. ومن هو عنده 38 سنه كان بيأدي يا كابتن سيف. كان بيأدي. من هو عنده 38 سنه بنقول ايه؟ حضري خلاص الشباب طلع، الحضري هيعتزل، ما بيعتزلش، 39 هيعتزل ما بيعتزلش، 40 خلاص مستواهم طيبين، داخلين على كاس العالم، لا قولوا الحضري شكرا ما فيش، الحضري لعب تصفيات كاس العالم كلها. ايوه الحضري مزهود مزهود. هو اللي لعبها كلها. لا في مباراه واحده بس لعبها شويه. ماشي طب بس بعد ما صعدنا خلاص. طيب الراجل مباراه غانا. ماشي الراجل ما بطلش. بس بعد ما وصلنا غانا في غانا هناك تحصيل حاصل. ايوه بالظبط كده. اذا الراجل ما بطلش وراح بينافس على كاس العالم وبيشتغل ودي، فكنت مطالب ان تطلع له حد يقعده. غير كده ما كانش هيقعد. مش هيقعد. لا صح. بس يبقى هو سبب اعتزاله مين؟ الشناوي. بس خلاص يا كابتن هي دي كلمه يعني. لا مفيش فيها حاجه. بس انا ايه مش عايز ايه يعني انا يبان ان انا ايه الحضري اسم كبير وعمل تاريخ كبير جدا 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 واسطوره. إيه والله عشان بس ايه نديله حقه. كابتن الحضري لو انا وانت قعدنا اتكلمنا 100 سنه الحضري اسطوره مصر والسد العالي. تمام تمام. وبلغه الارقام مش بلغتنا يعني. تمام. مش احنا هنجيب عشان جدا. صحابه انا بحب الارقام. بلغه الارقام هو رقم واحد وعلى الشناوي انه يحصله. بالظبط. احنا بنتكلم واقع فاكت يا كابتن. تمام واقع. تمام. هو ده القصه. رقم 2 و3 و4 في المنتخب مين؟ المنتخب الاول دلوقتي الأول. انت خلاص انت قلت الشناوي رقم واحد. تمام. 2 و3 و4 مين؟ 2 هيبقى واحد من الزمالك اللي بيلعب. اللي بيلعب وماشي كويس يعني. اللي بيلعب طبعا ويبقى عنده حد ادنى يعني المستوى. لو فضلت التغييره كده في الزمالك مش ممكن المدرب المنتخب يقول طب ما انا هسيب حد ماشي بس الدوري ياخد حد باله ماتشين بس يلعب ثلاثه بيلعب. بص يا كابتن سيف انا بقول دايما الكلام ده. دايما يبقى في جول من الاهلي وجول من الزمالك. ليه؟ يعني للضغوط اللي بيلعبوا فيها. كمعادله يعني. طبعا لازم. تمام. واحد من الاهلي واحد مش لا مش معادله ان انا باخد واحد من الاهلي واحد من الزمالك. عشان لا عشان ده بيلعب في ظروف زي المنتخب. ما هو الظروف مش موجوده يا كابتن. طب ما هو دلوقتي ما اجي اخد عواد دلوقتي ما عندوش عدد ماتشات كافيه. يا كابتن هو النهارده جنش ما بيلعبش بقاله سنه نفترض. لا جنش ما يروحش. ما هو يا كابتن ما تقولش واحد من الثلاثه دلوقتي. ما هو بيلعب يا كابتن. مين اللي بيلعب يا كابتن؟ ما هو دلوقتي بيلعب امبارح. طيب لا مش امبارح. لعب بقاله كام ماتش بيلعب؟ هو اول ماتش امبارح كان اللي بيلعب عواد. يا كابتن ما بتكلمش على جنش دلوقتي. انا بتكلم على عواد. لسه جنش لعب مباراه واحده. انت قلت يروح منتخب. لا انا ما قلتش جنش. انا قلت عواد. طب اختار اي سيناريو وانا اناقش حضرتك فيه. لا ما انا بقول لحضرتك يروح محمد الشناوي. محمد الشناوي اللي يروح في الوقت لو احنا لو بكره في اختيار منتخب مصر. وجهه نظر انا. أيوة. عواد مش جنش. عواد لسه لعب مباراه امبارح اول امبارح يعني. ازاي انت ما بتتكلمش اللي بيلعب؟ بتتكلم واحد من الزمالك باختيار اللي بيلعب. لا اللي بيلعب. طب ما جنش بيلعب يا كابتن. لعب كام ماتش؟ طب انت عايز يلعب كام ماتش عشان يروح؟ لا ما ده اللي انا على فكره انا قلت الكلام ده قبل كده. لما جه اختاروا جنش منتخب مصر قبل كده كان لسه لعب ماتشين ثلاثه وراح. تمام. كان اللي يروح ابو جبل. طبعا طبعا ده الراجل لعب سنتين.
واخد بطولتين وعامل اداء كويس جدا مع نادي الزمالك. طيب فما ينفعش انا جنش يلعب اربع خمس ماتشات او واخده. طب لا. لو انت بتلعب منتخب لو انت مدرب منتخب الاولمبي منتخب الاولمبي مين ثلاثة اللي تاخدهم؟ محمد صبحي محمود جاد عمر رضوان، دول الثلاثه. طبعا افضل ثلاثه بيقدموا على فكره مادي عاملين يعني عمر رضوان عامل دور اول رائع قبل الاصابه طبعا، من افضل حراس مرمى موجودين في الدوري عمر رضوان ومعاه محمد صبحي في الاتحاد ومحمود جاد، دول الثلاثه. يخش مع مصطفى شوبير منافسه؟ لا مفيش منافسه خالص، ما ينفعش. يبقى انا راجل بهرج ادخله منافسه معاهم ازاي وما بيلعبش؟ بس حارس مرمى ثالث للنادي الكابتن انا بقول مصطفى شوبير ده حارس واعد وحارس له مستقبل كبير جدا بس انا ادخله معاهم منافسه؟ لا. طب لو دخل محمد الشناوي؟ لا دي حاجه ثانيه، دخلت انت في قصه ثانيه خالص. طب لو دخل الشناوي مين الاثنين؟ لو عمر رضوان مش مصاب وسليم يبقى محمد، يبقى محمد صبحي وعمر رضوان، ويطلع محمود جاد لان الاثنين افضل منه في اداء في مع فرقهم. ولو انت صاحب قرار محمد الشناوي على المغمض ولا؟ بص يا كابتن، لو انا هفكر اخد حارس مرمى غير الثلاثه غير يعني لو انا هاخد ثلاثه منهم حارس مرمى يبقى الشناوي. طب انا ما فكرتش في حارس مرمى يبقى ما ينفعش اخد حد غيره، يبقى اخد الثلاثه. طيب لو انت صاحب قرار في احتياج لحارس في احتياج للشناوي؟ طبعا في احتياج ليه؟ طبعا مفيش كلام. لا الشناوي مختلف خالص يعني ما ينفعش تقارن بالثلاثه. الشناوي يعني مش هو ده لازم يتقال. هو الشناوي يعني هو جول مش محتاج ان الواحد يقول عليه، انما الشناوي لو انت يعني محتاج جول او محتاج جول يفرق معاك في البطوله، يفرق معاك في البطوله جدا جدا يعني. شرفت يا كابتن، ربنا يكرمك يا كابتن سيف. مشكورك يا كابتن، سعيد معاك يا رب كنا قدمنا حاجه لل ربنا يخليك بشرف وجود حضرتك يا كابتن، ربنا يكرمك يا كابتن. خلصنا فقرتنا الثانيه مع كابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى مصر المقاصه الحالي والنادي الاهلي السابق، بشكره شكرا جزيلا. وجاء وقت الكره الافريقيه، ماهر جنينه وكواليسه النهارده محضر قنابل، مفاجات كبيره النهارده مع ماهر جنينه بعد الفاصل. فقرة الكرة الأفريقية وملك الكواليس فيها المتألق ماهر جنينة، مشرفني. وحضرتك أنا سعيد جدا لما أكون موجود مع حضرتك، وشكرا على الكلام الجميل ده يا كابتن. أخبارك إيه؟ كله بخير الحمد لله. كله كويس؟ كله بخير الحمد لله. تهلا ولا زملكاوي؟ ولا ده ولا ده. أمال بتعمل إيه؟ بشجع الاثنين أكيد طبعا. إزاي؟ لا أنا يعني أنا متابع للكرة الأفريقية بشكل كبير، حتى يعني معظم الدوريات الأفريقية بحب أتابعها، وأكيد يعني الأهلي والزمالك الاثنين لو بيلعبوا في البطولات. أنت مصري. أكيد. بتشجع الاهلي ولا الزمالك؟ لا مصري. ها؟ مصري. مصري يعني ايه؟ مصري بشجع مصر. ايوه ما احنا كلنا بنشجع مصر، بس انت بتشجع اهلي ولا زمالك؟ يعني تمام. الاثنين فرقتين. الوالد اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. اهلاوي، تمام. نخش بقى ونتكلم على رئيس نادي الترجي في مصر. رئيس نادي الرجاء. الرجاء انا اسف. بالفعل يعني الاخبار المتداوله على كل وسائل التواصل الاجتماعي سواء في المغرب او هو جاي لصفقتين فعلا ولا مش موجود اصلا؟ هو الكلام كله اللي يقال ان رئيس نادي رجاء متواجد في القاهره عشان يخلص صفقتين يعني لاعبين مهمين جدا في صفوف الفريق، اللي هما مالونجو اللي الزمالك يريد ضمه بشده، وسفيان رحيمي اللي هو احد اختيارات بيتسو للنادي الاهلي، احد الاختيارات، الاختيار الثاني تحديدا بعد سيرينو. كل الاخبار المتداوله ان رئيس نادي رجاء موجود في القاهره وان هو خلص الصفقتين وجاي عشان يتم الصفقتين، لكن الحقيقه رئيس نادي الرجاء رشيد الاندلسي رفض السفر للقاهره مع البعثه الرجاء اللي جايه تواجه فريق بيراميدز بسبب الموضوع ده تحديدا. هناك ضغوط كبيره جدا من جماهير الرجاء، الجماهير في المغرب عامله ضغط كبير جدا، وقالت له كده يعني بالبنط العريض اللي هيمشي سفيان ومالونجو يمشي معاهم، فراجل رفض ان هو ياتي الى القاهره. يعني الصفقتين اللي راح الزمالك والاهلي لغايه دلوقتي ولا راحوا الاهلي ولا الزمالك. سفيان مطلوب بشده في النادي الاهلي بعد سيرينو الاختيار الثاني، مالونجو مطلوب في نادي الزمالك واللاعب موافق، مهاجم قوي بيلعب في منتخب الكونغو الديمقراطيه ومهاجم قوي، لكن رشيد الاندلسي في الفتره الحاليه اعتقد ان هو مش هيغامر ويبيع اي حد من اللعيبه لسبب وحيد. جواد الزيات كان رئيس نادي الرجاء، متواجد في نادي الرجاء، الامور الماليه غير مستقره تماما في فريق الرجاء في المغرب، قدم استقالته، النائب الخاص به رشيد الاندلسي هو اللي تولى الرئاسه في نادي الرجاء لحين اجراء انتخابات. الانتخابات دي هتكون في اخر شهر 7 القادم، يعني خلال شهر او شهر ونص الانتخابات. في الفتره دي اي حد هيمشي سفيان ومالونجو هو اللي هيكون متحمل المسؤوليه امام الجماهير، جماهير الرجاء اللي رافضه خروج الاثنين لاعبين. نقطه ثانيه عايز اتكلم مع حضرتك فيها، حليلو زيتش مدرب المنتخب المغربي
طبعا في الفتره الاخيره شفناه بيضم سفيان الرحيمي لصف المنتخب المغربي ولعب مع المنتخب المغربي في المباريات الوديه يعني حتى اخر لقاء لعب تقريبا 60 دقيقه كامله سفيان الرحيمي اللاعب الواعد بشده في الكره المغربيه. قال له كده لو انت هتتجه لبطوله محليه هتلعب فيها هتلعب مثلا زي بدر بنون، بدر بنون حاليا مش بينضم لمنتخب المغرب، او اشرف بن شرقي اللي انضم لانه ليكمل القايمه فقط. اشرف بن شرقي ما انضمش. لا 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 مش فاهم حاجه، يعني بطوله محليه؟ خليني اقول لحضرتك بالظبط. الراجل ده بيحب يعتمد حليلو زيتش مدرب المنتخب المغربي في الدوريات الاوروبيه قصدك؟ اه يعني مش عايز اللعيبه اللي بتلعب في بطولات عربيه مش محليه مش محل اه يعني بطولات عربيه يعني زيها زي البطوله المغربيه. لا عايز اللاعب اللي يكون عنده يكون لاعب محترف بيلعب في احد الدوريات الاوروبيه. لما يلعب في الاهلي هيبقى محترف، يلعب في الزمالك هيبقى محترف. اكيد اكيد كلنا شايفين ده ولاعيبه الاهلي والزمالك. هو عنده بديل بن شرقي هناك عشان بن شرقي يكمل عدد. في اكتر من لاعب بديل لاشرف بن شرقي يعني عندك هناك حكيم زياش بالهندا اكتر من لاعب يعني يقدر يحل محل اشرف بن شرقي. وهو بالفعل يعني اتسال في المؤتمر الصحفي عن ضمه لاشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي كان مستواه تذبذب في الفترات الاخيره وانضمامه للمنتخب المغربي كان فقط لانه يكمل. بدر بنون عنده الافضل منه. هو الراجل بيتكلم ان بدر بنون جسمانيا يعني غير مؤهل انه يلعب المنتخب المغربي، وده خطا كبير جدا من حليلو زيتش ان هو يصرح تصريح زي ده واكده في اكتر من مقابله صحفيه. الصحافه في المغرب هجمته بشده على الموضوع دوت، لكن هناك اسباب اخرى ان بدر بنون يعني استاء من استبعاده من المعسكر الاول وكتب بعض الحاجات على الانستجرام. الراجل متابع جدا بكل صفحات التواصل الاجتماعي الخاصه باللاعبين اللي عنده في المنتخب، وعلى اثر ذلك لم يضم بدر بنون مره اخرى. هو قال لسفيان الرحيمي تحديدا لو انت هتتجه لتلعب في الدوري المصري فرصتك في الوجود مع المنتخب المغربي هتكون قليله. اقول لحضرتك حاجه، عرض الاهلي المقدم لسفيان الرحيمي اعلى من اي عرض جاي له، والمرتب اللي هيحصل عليه من النادي الاهلي اعلى من اي مرتب هيحصل عليه في دوري اوروبي. لكن ازاي؟ اكيد يعني معظم عندنا في الدوري المصري يا كابتن حضرتك شايف الفتره الاخيره اللعيبه مرتباتها عامله ازاي. في الدوري في انديه في الدوري الفرنسي ما بتدفعش اصلا المرتبات اللي بنحصل عليها هنا في مصر. يعني النهارده عندنا لعيبه بتاخد مليون يورو، مليون ونص يورو عشان تجدد عقدها، مرتباتنا كبيره جدا. هناك لو انت بتلعب في الدوري الفرنسي ممكن في انديه بتاخد 600000 دولار 700000 دولار يعني او 700000 يورو، رقم ما بيتجاوزش الرقم ده. فسفيان الرحيمي عنده اختيارين، يا اما هيلعب في النادي الاهلي ويحصل على المقابل المادي اللي هو عايزه، لكن فرصه انضمامه لمنتخب المغرب هتكون قليله. وانا شايف ان دي وجهه نظر غلط من حليلو زيتش المدرب. يعني كان هو مش هياخد حد بالدوري المغربي؟ هو لا يعني في المباريات الهامه وفي المعسكرات الكبيره، في المباريات الوديه ممكن بيشوف لاعب او اثنين، بيشوف لعبه جاي لها عروض وهو عارف ان اللعيبه ديت بيبقى جاي لها عروض. لكن في المباريات في تصفيات كاس العالم، تصفيات امم افريقيا، خلال المباريات المجمعه في بطوله الامم الافريقيه القادمه، صعب جدا انك تلاقي لاعب محلي متواجد في صفوف المنتخب المغربي. وهو وجه الرساله لسفيان، قال له لا انت مش فرصتك هتكون قليله انك تنضم بسبب يعني انك بتلعب في بطوله عربيه تحديدا. يعني النقطه الثانيه عايز اكلمك فيها كابتن، سفيان الرحيمي هو الخيار الثاني للنادي الاهلي بعد سورينو. سورينو بقى اللي ايه اللي هو بقى مستاء جدا وعايز ينتقل للنادي الاهلي حلم حياته. وشفنا بقى فريق سان داونز بدا يتحرك، شايف اللاعب مش مبسوط في صفوف الفريق. بس العلاقه دلوقتي ما بين موسيماني وما بين سان داونز وما بين رئيس الاتحاد الافريقي اعتقد هتمنع الحته دي. النقطه بقى اللي بيفكر فيها فريق سان داونز دلوقتي حاجه، الناس دي بتفكر، سان داونز ورئيسه رجل اعمال كبير بيفكر في الامور ان هي بزنس. النقطه اللي بيفكر فيها هو عنده لاعب عمره 30 سنه. اللاعب اللي عنده 30 سنه خلاص مستاء من تواجده في الفريق، عايز يخرج ويروح النادي الاهلي. طب ليه لا انا ابيعه للنادي الاهلي احصل على مقابل المادي اللي انا عايزه، وفي نفس الوقت ان فريق سان داونز بدا التفاوض مع امير سعيود اللاعب الجزائري ليحل محل سيرينو. لو الصفقه دي تمت سيرينو الخيار الاول للنادي الاهلي، يظل سيرينو الخيار الاول للنادي الاهلي، سفيان الرحيمي هو الخيار الثاني. لكن الاخبار المتداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ان الرئيس تواجد في القاهره وقعد مع بعض الوكلاء كلها غير صحيحه. الراجل موجود في المغرب بسبب يعني اتهامات الجماهير ليه ان هو مسافر القاهره انه يخلص الصفقه سفيان للاهلي وبن مالونجو للزمالك، ما سافرش.
وبرده يا كابتن يظل بين مالونجو مهاجم مرشح بقوه لنادي الزمالك. بين مالونجو يعني مهاجم تالق في صفوف مازيمبي الكونغولي، راح البطوله المغربيه بدا يتالق. هكتور كوبر لعبه في اللقاء الاخير في وديه مالي وسجل هدف التعادل امام مالي. الولد بقى له في عقده سنه، اعتقد فريق الرجاء ممكن يبيعه، لكن في الوقت الحالي صعب. فتره الانتخابات قربت جدا في فريق الرجاء في المغرب. اللي هيبيع دلوقتي هيتحمل المسؤوليه لوحده، ممكن خلال شهر او شهر ونص نشوف بمالونجو في الزمالك. والخيار الثاني لنادي الاهلي سفيان الرحيمي، ممكن نشوفه متواجد في النادي الاهلي اذا لم ياتي سيرينو. اربط لي الثلاث حاجات اللي انت قلتهم الحلقه اللي فاتت وركز معايا. قلت لي الاهلي، الفار، التحكيم، رئيس الاتحاد الافريقي، موسيماني. يعني موسيماني يعني من المدربين، يعني موسيماني يعتبر من اكبر المدربين في الكره السمراء حاليا. راجل عنده 2 دوري ابطال افريقيا، راجل بنشوفه بيتعامل ازاي في المباريات الكبيره، بدايه من لقاء الزمالك الموسم الماضي يحصل على دوري ابطال افريقيا. شفناه خلال يعني البطوله الحاليه قدر ازاي يتعامل امام سان داونز، تعامل قصاد الفريق اللي معاه مشاكل كبيره جدا، قصاد الاثنين مدربين اللي مش بيحبوه، قصاد الجماهير اللي كان محقق لهم بطوله جميله يعني كبيره قبل كده، وسافر جنوب افريقيا وسط ضغط كبير، تعرض لضغوطات كبيره جدا قبل اللقاء واثناء اللقاء، لافتات اتعلقت له فيها يعني اساءات لبيتسو موسيماني. بيتسو موسيماني في القاهره شفناه قدر ازاي يتعامل مع فرقه سان داونز ويغلب فريق سان داونز. الراجل عنده خبرات كبيره جدا في الكره السمراء ويقدر يحقق نجاحات مع النادي الاهلي تستمر لسنوات قدام. النقطه الثانيه، المشاكل اللي بدات تحصل بينه وبين باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي في الفتره الاخيره بسبب مواضيع يعني اتكلمنا عنها في فترات مش حابين نتكلم عنها قبل اللقاء. انا عايز اروح للتحكيم. فيكتور جوميز حكم جنوب افريقي، فيكتور جوميز يعني من الحكام في جنوب افريقيا، اتمنى ان فيكتور جوميز يكون في اللقاء دوت على الحياد، وهو حكم يعني حكم مميز. لكن النقطه الوحيده عام 2018 22/5/2018 ما اشتغلش، لا مش الفار ما اشتغلش. اورلاندو بايرتس بيواجه سان داونز، بيتسو موسيماني مدربا لسان داونز، فيكتور جوميز بيدخل في مشاده مع بيتسو. بيتسو وفيكتور جوميز دخلوا في مشاده بعد اللقاء. فيكتور بيتسو موسيماني بيصرح تصريحات عنيفه جدا ضد فيكتور جوميز، تصريحات يعني علاقه متوتره من عام 2018. ترجع تجيبه له تاني؟ ده كانت في البطوله المحليه في دوري جنوب افريقيا. يعني اللقاء كان في البطوله المحليه في جنوب افريقيا، لكن اتقابلوا بقى هم حاليا في بطوله قاريه. بيتسو اتكلم على فيكتور جوميز لكل الصحافه في جنوب افريقيا، قال له انت حكم بتحب الشو، حكم بتحب تتمنظر على اللعيبه في الملعب وعلى الناس في الملعب. ده التصريحين الوحيد اللي بينهم هما الاثنين مع بعض. يوم متسبي يقوم حاططه له تاني في المباراه اللي قبل النهائي، كان ممكن يغير ويحط حكم تاني. يعني نتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يعني ان شاء الله موضوع التحكيم يكون بعيد كل البعد، يكون اللقاء فني داخل ارض الملعب. فريق النادي الاهلي نادي كبير جدا، الاهلي وبقول لحضرتك يا كابتن سيف، الاهلي قادر ان هو في يعني في رادس في تونس قصاد بس فريق. هو الفار تمام، الفار تمام، واثناء الاجتماع الفني النادي الاهلي نوه على يعني ان الفار شغال وهيكون شغال وهيكون شغال ومفيش اي مشكله. اي مشكله حصلت قبل كده لا صعب ان هي تتكرر تاني. ماهر جنينة فجر مفاجآت بين علاقة موسيماني بفيكتور حكم لقاء غد، إن شاء الله بإذن الله ربنا يعديها على خير وتمشي الأمور التحكيمية بشكل جيد، وكل التوفيق للأهلي. ماهر لسه عنده كتير بعد الفاصل. عدد حضور الجماهير في مباراة النادي الأهلي كام بالظبط؟ خليني اقول لحضرتك المعلومه الحقيقيه والمعلومه اللي عندي. انفردنا قبل كده طبعا الحلقه اللي فاتت واتكلمنا ان 5000 من جمهور الترجي هيتواجد، وبالفعل القرار اللي طلع الخاص بالاتحاد الافريقي والخاص باداره الترجي وبالحكومه في تونس ان 5000 مشجع. واللي امامنا على الشاشه دي اجراءات تحليل الكورونا، كل واحد معاه الماتش ده؟ بتاعت الماتش. نادي الترجي تكفل بكل مصاريف التحليل الخاصه بالجماهير، اي واحد من الجمهور معاه تذكره او دعوه، وبنوه على كلمه دعوه، الترجي هو اللي بيعمل كل المساحات. الترجي هو اللي بيعمل كل المساحات. الجماهير كلها النهارده توجهت للملعب، عملت التحاليل البي سي ار. بعد ما عملوا التحاليل بكره هياخد النتيجه بتاعتك.
سلبيه هتقدر تتجه الى الملعب وهترفق النتيجه مع التذكره وهتدخل يعني ارض الملعب. انت واقف؟ لا ما بتاخدهاش واقف، هتاخدها تاني يوم الصبح. هيبدا الجماهير تتوافد صباحا من الغد صباحا على نفس المكان اللي عملوا فيه التحاليل، ومعاك التيكت اللقاء. ده يخص جمهور الترجي، جمهور الاهلي برضو. ما انا بقى في النقطه بقى قلت لحضرتك عليها، الجماهير والدعوات. العدد الفعلي للتذاكر حوالي 5000 تذكره بالاتفاق مع الاتحاد الافريقي لكره القدم، يعني ده العدد الفعلي اللي الناس كلها متوقعه ان هو يحضر. لكن يا كابتن العدد هيتجاوز الرقم ده، الرقم الحقيقي ممكن يوصل ل 9000. دي لقطات خاصه لينا احنا مش هتشوفوها في اي حته، دي لقطات بننفرد بيها معاكم طريقه تحليل البي سي ار او عينات الجمهور اللي داخل النادي، اللي داخل مباراه الاهلي والترجي، ونادي الترجي بيتكلف بالعينات بالكامل. وده خبر الحقيقه مهم وكبير وخطوه الحقيقه رائعه. يعني اكيد يعني خطوه رائعه بالنسبه لجانب الترجي. وخلينا اروح لك على حاجه الاهم من ده، الخطوه يعني الدعم الجماهيري للترجي ما كانش على يعني على مستوى الدعم الصحي فقط او اللجنه العلميه كما يشاع ويقال. خليني امشي معاك واحده واحده. الموافقه ب 5000، يعني معنى كده ان في 5000 هيعملوا المسحه؟ لا، في بقى كابتن دعوات، عدد الدعوات متجاوز ال 4000 كمان. في دعوات واللي معاه دعوه برده هيعمل نفس المسحه، في 500 دعوه للنادي الاهلي افراد. يعني ممكن يبقوا 9000؟ هيوصل العدد ل 9000 في الملعب غدا من جماهير الترجي. بس هو مش في اجتماع فني بيتحدد فيه عدد الجمهور وبياخد عليه موافقه؟ اكيد بيكون في اجتماع فني بيتحدد عليه عدد الجمهور، لكن في 5000 تذكره توزعوا عن طريق الانترنت، تم شرائهم اونلاين. في مجموعه الاحباء او هي مجموعه جماهير الترجي حصلوا على الدعوات مباشره، حصلوا على الدعوات مباشره بدون شرائها اونلاين. وال500 بتوع النادي الاهلي برضه هيعملوا نفس اي حد، والصحفيين وكل الناس اللي هتكون متواجده داخل ارض الملعب. معنى كده ان المشهد ده احنا هنشوفه تاني هنا؟ يعني اكيد المشهد ممكن يتكرر مره اخرى هنا في مصر. لكن النقطه اللي عايز اكد لحضرتك عليها، اللجنه العلميه او اللجنه الصحيه النهارده، يعني هيظهر الكلام ده ممكن نسمعه كمان شويه او ممكن نسمعه صباحا، ما عطتش قرارها في حضور الجماهير. القرار كان اكبر من كده بكتير. الدوله كلها هناك واقفه مع الترجي، بتدعم النادي الترجي لمواجهه النادي الاهلي، لانه لقاء اللجنه الماليه اللي هي وزاره الصحه. وزاره الصحه اللي هي كما يقال ان هو القرار المنتظر تاخر بسبب انتظار اللجنه تصدر القرار. لكن اللجنه نفسها يا كابتن، خلال ساعات هنسمع الكلام دوت وهتشوف الكلام ده متداول في كل وسائل التواصل الاجتماعي، اللجنه قالت احنا مالناش راي في الموضوع ده، القرار كان اكبر مننا. ركز معايا في السؤال ده، الاتحاد الافريقي بيفتح صفحه جديده، ليه تصريحات مين؟ باتريس موتسيبي. صح كده؟ بالظبط. هل خلافه مع موسيماني ممكن يعني يجيبه جانبا؟ اعتقد لا، اعتقد خلافه مع موسيماني تحديدا لا، ما يقدرش. يعني هو الموضوع بينه وبين بين بيتسو موضوع شخصي، موضوع علاقه مدرب كان موجود في فريق هي مع شركه لم ترد العموله، لكن كانت تجمعهم يعني كانوا اصدقاء حققوا انجازات مع بعض. اعتقد باتريس موتسيبي اكبر من كده، واتمنى ان هو يكون اكبر من كده بكتير. اتمنى اكبر من كده ان شاء الله. هل مجبر على كده؟ يعني مجبر ان هو يظهر ان ده العهد الجديد الاتحاد الافريقي حتى لو في خلافات كل واحد ياخد حقه وكده؟ اكيد اكيد، يعني لازم يكون مجبر على كده. شفنا الفترات الاخيره في الاتحاد الافريقي يعني الحكام عملت ايه، غيرت اتجاه بطوله مع فريق راحت لفريق تاني. بس شايف تاني. التحكيم ماشي كويس. انا يعني التحكيم يعني من ساعه ما جه الراجل ما شفناش الحقيقه حاجه، منتهى الصراحه يعني. ما ده يعتبر يعني اول حدث ممكن او تاني حدث تشهده الكره السمراء، حدث كبير يعني. كل الناس اتكلمت على لقاء الاهلي وسان داونز والراجل وسان داونز وانتماءاته، شفنا حكام فير جدا أكيد. وشفنا امور رائعه جدا. لا ان شاء الله غدا النادي الاهلي قادر بلاعبته بمدربه الكبير في مواجهه الترجي، لا قادر يتخطى فريق الترجي ان شاء الله، ونعمل نتيجه ايجابيه في تونس وفي القاهره ان شاء الله. طيب انت توقعاتك بكره ايه؟ انا توقعاتي اللي كان دي رقم كده للجمهور بكره تتوقعه؟ 9000. 9000 هيوصل 9000 مشجع، يعني الجماهير هناك توصل 9000 مشجع. زي ما قلت لحضرتك 5000 تذكره عن طريق الانترنت، الباقي كلها دعوات تم توزيعها
مباشرة من نادي الترجي لصالح الأحباء أو جماهير الترجي اللي بيكونوا متواجدين خلف المرمى في المدرجات. أعتقد الملعب كبير جدا، الملعب تقريبا الكراسي اتشالت منه، الأول كان بياخد 60,000 متفرج، الكراسي في عملية صيانة في الملعب تقريبا، الكراسي مش موجودة، فالملعب مش هيبانوا يعني 9,000 متوزعين في الملعب مش هيبانوا، لأن في مجموعة هيبقوا متواجدين بجانب المدرجات الصحفيين، وفقط حوالي 3,000 هيكونوا خلف المرمى. يعني ده بس اللي ممكن يبقوا ظاهرين معانا في الكادر اللي هيكونوا خلف المرمى. كأس أمم أفريقيا في ميعادها؟ زي ما اكدنا كاس امم افريقيا في ميعادها، وقلنا الحلقه اللي فاتت ميعاد القرعه ان هي تكون بعد شهرين، وبالفعل تم تحديد ميعاد القرعه ان هي في اغسطس، ويعني رسميا ان هي تكون في اغسطس في يعني في اول اسبوع في اغسطس ان شاء الله في الكاميرون. يعني انت بتؤكد ان هي في ميعادها وبس القرعه اللي اتاجلت؟ في ميعادها، والقرعه اتاجلت من يونيو وهتكون في اغسطس القادم، في الاول من اغسطس القادم في الكاميرون كما هي. اخر فريق كان ما كانش ترشح كان سيراليون، لسه عارفين ان سيراليون ترشحت على حساب بنين بسبب المشكله اللي حصلت في اللقاء، بسبب برضو عينات ايجابيه اتهموا بعض، لا انا انت عندك عينات ايجابيه، لا انا ما عنديش، لا مش عايز انزل ارض الملعب العب، لعبوا في ارض محايده، وقدرت سيراليون تتاهل على حساب منتخب بنين ليكون المنتخب رقم 24 المتاهل لبطوله امم افريقيا في الكاميرون. نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف بيراميدز هيعمل ايه يوم الاحد، ونسال ماهر معاه ايه عن الموضوع ده، ونكمل كواليسه بعد الفاصل. نرجع بقى وزي ما اتكلمنا على الاهلي نتكلم على الترجي فنيا. اكيد الترجي فنيا معين الشعباني مدرب تقل بلغه كره القدم، تقل خبراته يعني مع فريق الترجي 2 دوري ابطال افريقيا، عنده عناصر مميزه جدا بدايه من حراسه المرمى معز بن شرافيه، عنده الباكين سواء باك رايت حمدي النجاز، الياس شتي اللاعب الجزائري، البين الدفاع عنده سواء بدران، والمشكله الاخرى بقى اللي بيتواجدها مين اللي هيلعب جنب بدران. دايما المشاكل والاهداف اللي بتيجي فريق الترجي كلها بتيجي كرات عرضيه معظمها اخطاء دفاعيه، بتبقى فيها هجمات مرتده تتعمل على الفريق، الباكين بيتقدموا سواء حمدي النجاز او الياس شتي، بدران مدافع مميز جدا بيكون متواجد داخل منطقه الجزاء، لكن المشكله دايما تاتي مين اللي هيكون جنب بدران. غدا اعتقد معين الشعباني هيعتمد على خليل شمام، مدافع كبير عنده خبرات كبيره مع فريق الترجي، اعتقد هو اللي هيكون متواجد جنب خليل شمام. معين الشعباني في الفتره الحاليه عنده عناصر مميزه في يعني في الفريق، في الفترات السابقه السنوات السابقه كان عنده يعني لعيبه كبيره جدا، يوسف البلايلي، فرانك كوم، واسماء اخرى اسماء اكبر يعني من الجيل المتواجد الحالي، لكن حاليا عنده عناصر شابه بدات تظهر، سواء محمد بن رمضان ابن النادي ابن الفريق، وعلى فكره والده كان احد المصورين في فريق الترجي ودخل فريق الترجي، والولد اتربى فريق الترجي، ويعني وكان في السنوات السابقه كان عايز يخرج بسبب عقده الصغير جدا، عارفين في العالم كله كل الفرق بتدي اللعيبه الشباب عقود صغيره جدا، محمد بن رمضان بياخد اكبر عقد بالنسبه للاعب شاب، وبنسبه كبيره هتشوف محمد بن رمضان موجود في جلطة سراي، جاله عرض كبير من جلطة سراي، محمد بن رمضان بدا يتألق، بدأ هو المحرك والعقل المدبر لفريق الترجي، بيحرك فريق الترجي. معين الشعباني لو جينا نبص لفرقة الترجي فنيا هنلاقي فريق الترجي عنده 5,083 تمريرة خلال مشوارهم في دوري الأبطال، ده رقم كبير جدا بعد فريق سان داونز، تاني فريق بعد سان داونز عمل تمريرات على الأرض بنسبة 80% تمريرة صحيحة على أرض الملعب. ده لو كنا بنبص للموضوع ده هنلاقي نسبة الاستحواذ عندهم بتبقى عالية جدا، ما بيتقدموش في التلت الهجومي للفريق الخصم الا يعني في عدد يعني في اوقات قليله جدا، بيبداوا الهجمه من تحت، بيبداوا يحضروا الكوره من تحت بشكل كبير جدا، وشفنا الموضوع ده تحديدا امام الزمالك، فريق الترجي جاب هدف في الزمالك بعد 27 تمريره، 23 تمريره كابتن سيف كانت في ارضهم، 23 تمريره في نص ملعب الترجي، اول واخر اربع لمسات اتعملت من فريق الترجي اتعملت في نص ملعب الزمالك، وقدروا واللاعب ويليام يسجل الهدف اللي تسجل في مرمى نادي الزمالك، ده ان كان يدل على فريق بيقدر يحضر الهجمه صح، يقدر يبني الهجمه، عنده عناصر تقدر تحتفظ بالكوره، عندها مهارات صعب تستخلص منها الكوره، عنده جناحين بقى يعني الباكين سواء حمدي النجاز او الياس شتي، زي ما هم نقطه قوه هم نقطه ضعف، نقطه قوه امتى؟ اثناء ما بيتقدموا، اللاعبين دول اثناء ما بيتقدموا خلال مشوارهم في دوري الابطال عاملين 215 كوره عرضيه. ده رقم كبير جدا،
بالنسبه لل يعني الفريق الترجي. نخش على بيراميدز عشان وقتي سريع. هنتكلم على بيراميدز. بيراميدز عنده مواجهه كبيره جدا امام فريق الرجاء. زي ما اتكلمنا الرجاء غير جمال السلامي، لسعد شابي موجود، خساره اخيره في البطوله المغربيه امام فريق نهضه البركان. الفريق بيحاول يلم نفسه، اللعيبه الموجوده في الفريق المشاكل الموجوده في الفريق فقط هي مشاكل ماديه، اللعيبه لم تحصل على بعض يعني مشاكل العالم كله، المشاكل الخاصه عندهم، لكن يظل الرجاء فريق كبير، عناصر مميزه، عناصر كلها معظمها لعيبه دوليه، سواء عنده لاعب خط وسط. مهمه صعبه البيراميدز؟ اعتقد الموضوع في ايد بيراميدز. بيراميدز يعني فريق كبير وعنده عناصر مميزه جدا، لكن بيراميدز يعني بنشوف نتائج على عكس المتوقع منه. لا اعتقد المهمه تكون سهله لفريق بيراميدز وفي ايد بيراميدز اللقاء ان شاء الله. ماهر بشكرك شكرا جزيلا. شكرا كابتن، شرفتني ونورتني. شكرا. خلصنا حلقتنا النهارده مع نجم الكره الافريقيه ماهر جنينه، بشكره شكرا جزيلا. كواليس النهارده من العيار الثقيل، بكره ان شاء الله باذن الله الكابتن احمد شوبير هيكون موجود بعد غياب ان شاء الله اولى حلقات كابتن شوبير بكره. استنوا كابتن شوبير بكره في نفس الميعاد. اشوفكم على الف خير.